كده بدأنا تسجيل المحاضرة. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم في شابتر جديد بقى. الشابتر ده من الشابترز المهمة جدا جدا جدا، اللي بتمثل جزء كبير قوي من امتحان الفاينل، وهو يعتبر من الشابترز الأساسية في الكورس بتاعنا. كل اللي حضرتك درسته قبل كده هو في الآخر، سواء أو مومنت أو إكوليبريم، كل دوت في الآخر، كل ده صوت بس يا جماعة. في كريم، كريم رفع ايده، في حاجة عاوز حاجة؟ دكتور، واحنا خدنا الإكوليبريم من 3D. اه درسناه اخر محاضرة، الإكوليبريم ان 3D ده كان شرحناه، تاني أسبوع. كان الاسبوع اللي قبل الميدتيرم على طول. الشباب اللي معايا مش درسناه اخر اسبوع؟ خدنا اه خدنا البول اند سوكت سبورت والاكزامبلز بتاعتها والكلام ده كله، وحتى الفايل بتاعها انا بعته لكم، رفعه لكم على على التيم. تمام. اوكي، اعتقد هتلاقي المحاضره بتاعته لسه ما فاتش ميعادها، يعني ممكن تعملها داونلود، لان هي كانت يوم الاربع مش اللي فات، اللي قبله، كانت الاربع اللي قبل اللي فات، ففات عليها حوالي 14 يوم. فانت ممكن تشوف التاريخ بتاعها كان امتى، هتلاقيه حاجه و20 11 يعني. آخر محاضرة في شهر 11 هتلاقيها الفيديو بتاعها، نزله وشوفه. أوكي؟ طيب، زي ما اتفقنا بقى، احنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم على موضوع مهم قوي، الاستراكشرال أناليسيز. عاوزين نركز فيه كويس قوي، لأن الموضوع دوت هو ده اللي احنا عشانه بندرس كل اللي فات. بمعنى إن حضرتك درست الفورس والمومنت بأنواعه، درست الإيكوليبريم أوفر ريجيد بادي، كل ده عشان توصل في الآخر إنك تعمل أناليسيز للاستراكشر. لو أنا عندي مبنى أو منشأ معين عايز أعمل أناليسيز، هنعرف يعني إيه أناليسيز ونحسب إيه بالظبط. ودي طبعًا الموضوع بتاع النهارده ده فيري فيري انترستنج، موضوع يعني حلو جدًا، وفي تطبيق عملي فعلًا كمهندس. أنت هتشوف الأناليسيز اللي أنت بتعملها، إحنا هندي لك، هنحط رجلك على أول الطريق إزاي تعمل اناليسز لاي استراكشر. وبعد كده ان شاء الله حضرتك هتكمل في السنين الجايه، بعضكم هيكمل في السنين الجايه بقى، ممكن يعمل ديزاين للاستراكشرز ديت. الاعمده اللي فيها تبقى ابعادها كام في كام، الماتيريال المستخدمه، المواصفات بتاعتها، وهكذا. اوكي، فديت يعني ايه من الموضوعات المهمه قوي اللي عايزين ان شاء الله باذن الله نفهم كويس جدا. استاذنكم بس اللي فاتح المايك، اللي فاتح المايك يقفله عشان الايه الدوشه بس. اوكي، طيب، اول حاجه احنا هناخد نوعين من انواع الاستراكشرز، النوع الاول اللي هو الفريم، والنوع الثاني، النوع الاول اللي هو الفريم، والنوع الثاني اللي هو التراس. احنا مش هنقول دلوقتي الفروق ما بينهم، احنا اوريدي بعد ما ندرس النوع الاول والتاني انت تلقائيا هتعرف الفرق ما بينهم ايه هو. اوكي، فاحنا عايزين نفهمه ونعرف الاناليسيس بتاعتهم بتتم ازاي. اول حاجه هنبدا بالفريم، رغم ان ترتيب الكتاب بدأ التراس الاول وبعدين الفريم، بس احنا هنبدا الاول بالفريم خلاص، لان هنكتشف بعد شويه ان التراس ما هو الا سبيشال كيس من الفريم. فاحنا هنبدا الاول بالحاله العامه وبعد كده نشوف التراس هنتصرف فيه ازاي. طيب، اول حاجه يعني ايه استراكشر؟ يعني حضرتك مثلا لو جيت سي تبني مظله زي اللي موجوده على ايدك الشمال ديت كده، على الناحيه الشمال عندي مظله، المظله دي عباره عن كولوم ارتفاعه 6 متر وعرض افقيه 5 متر، زي المظلات اللي بتقف تحتها العربيات والكلام دوت. لما اجي ابني حاجه زي كده، لو انا جيت صنعت الكلام ده كله اسمه واحد، لو انا صنعت الكلام ده كله كجسم واحد، اوكي، هيبقى في عندي مشاكل في التصنيع، مكلف جدا، عمليات النقل من مكان لمكان بالابعاد الكبيره ديت ممكن تبقى مكلفه شويه ومتعبه كمان، عمليه التركيب، كل الكلام دوت هياخد وقت ومجهود وكوست او تكلفه عاليه. فاحنا بدانا نفكر في حاجه تانية اسهل واضرب بكتير. ايه هي؟ قال لك طب ما نصنع الكلام ده في صورة أجزاء ونركبها مع بعض. يعني مثلا إيه؟
انا لو عملت الكولوم سي اي ده لوحده والعرض الافقيه اي سي دي لوحدها خلاص عباره عن رودز، وجمعتها مع بعض، رحت الموقع حطيت العمود سي اي وبعدين وصلت معاه العرض الافقيه اي سي وهكذا، هتبقى اكيد ارخص في عمليات التصنيع والنقل والتركيب والكلام اللي زي دوت. اوكي، فمن هنا بدأت فكرة ان انا يكون جزء او يكون اي مبنى من مجموعة من الاجزاء المتوصلة مع بعضها. فاحنا بنقول الاستراكشر في الاخر هو عبارة عن سيستم اوف كونكتد ريجيد بوديز، مجموعة من الريجيد بوديز متوصلة مع بعضها. اشهر طريقة للتوصيل اللي احنا نستخدمها اللي هي البين كونكشن، زي ما حضرتك شايف كده عند نقطة سي خلاص بيبقى فيه بين او مسمار بربط الاجسام ديت، بربط الاجسام دي مع بعضها عن طريق بين ايه؟ عن طريق بين كونكشن. اوكي؟ البين كونكشن ده بقى ان انا بعمل هول او ثقب في الممبر الاول وزيه في الثاني واربطهم مع بعض بمسمار وايه؟ مسمار وصامولة. فده مش يديني، مهندس وحضرتك عامل سكرين شير ولا احنا فاتحين PDF؟ لا انا عامل شير سكرين واوريدي الفايل موجود عندكم، يعني انت اوريدي الفايل انا بعته لكم من امبارح، فانت لو عايز تشوف السكرين اوكي عايز، بس انا السكرين هكتب عليه شويه حاجات فانت تابعني على السكرين كده كده الفايل موجود عندك. عايز تفتح الفايل في ويندو تانية اوكي خلاص، طب لكن ما احنا مش شايفين شير سكرين من حضرتك. ما اعرفش، ما هو انا قلت لكم شويه، قال الناس قالت لي ان باين هي باينة، لا السكرين هو باين ظاهر خلاص، شكرا ظاهر عادي. طيب زي ما اتفقنا ان انا عندي الفريم هو عباره عن سيستم اوف كونكتد ممبرز، مجموعه من الاجسام متوصله مع بعض زي ما انت شايف كده، ان المظله ديت عملتها في صوره اجزاء، مثلا العمود سي اي اروح مثلا الموقع اروح مركب العمود ده وبعدين اروح رابط معاه العارضه الافقيه اللي هي الاي سي، لودز معينه زي اللي احنا شايفينها ال 8 كيلو نيوتن وال 12 كيلو نيوتن. لو سبت العارضه الافقيه دي كده لوحدها عن طريق المسمار بتاع سي هتقع او هتلف، فانا بعمل لها سبورتنج او بدعمها عن طريق الممبر المايل اللي هو بي دي. اوكي، الشكل اللي قصادنا اللي اتكون اللي على اليمين دوت اسمه فريم. فريم مكون من 3 اجزاء، اللي هو الجزء الافقي اي بي سي، الجزء الراسي سي دي اي، الجزء المايل اللي هو بي دي. احنا المطلوب مننا ان احنا عاوزين نعمل اناليسز للفريم ده، عايزين نعمل اناليسز للاستراكشر اللي موجود قصادنا دوت. اناليسز يعني ايه؟ يعني عاوزين نعرف الفورس اللي ماشيه في كل النقط ايه هي. واحد يقول لي هو في فورس ماشيه عند النقط بي وسي ودي؟ طبعا، لان بمنتهى البساطه حضرتك لما بتضغط بال 8 كيلو نيوتن ديت ايه اللي بيحصل؟ لو الممبر المايل ده مثلا مش موجود كان الجزء الافقي ده هيقع، فانا لما سندته بالممبر المايل دوت ده حمل على الممبر، فيبقى في فورس اتنقلت عند بي وسي، وبعدين الفورس دي اتنقلت من بي وسي راحت لدي وبعدين وصلت للسبورت الارض الفيكسد. فاحنا عاوزين نتتبع حركه الفورس دي من نقطه للتانيه لحد ما توصل للسبورت. يا دكتور حضرتك عم اعمل لك ميوت. الو، ايوه يا جماعه سامعني؟ ايوه دكتور. طيب احنا زي ما اتفقنا هيبان لكم الصوره دلوقتي حالا. اهو زي ما اتفقنا احنا المطلوب مننا الاناليسز ان احنا نتتبع اللودز ديت اما بتتنقل من نقطه A وتروح ل B وال C وال D لحد ما توصل للسبورت عند نقطه E. عاوزين نعرف الفورس الموجوده عند كل نقطه بتساوي كام. ده معنى كلمة الاناليسز اللي احنا ايه اللي احنا هنعملها. طبعا الاناليسز دي
هتبقى مهمة جدا جدا في بعد كده لما تيجي بقى تعرف الفورسز دي، عايز بقى تعمل ديزاين للكلام دوت، مثلا المسامير اللي بتستخدمها عند بي وسي ودي لازم تكون حاسب الفورس اللي عندها عشان تقدر تستخدم مسمار يستحمل الفورس دي وهكذا. احنا دورنا السنة دي بس ان احنا نعمل اناليسز، نتعلم ازاي نحسب الفورسز الموجودة عند كل نقطة جوه الايه، جوه الفريم. خلاص طيب تعالوا بقى نشوف، هنعمل اول حاجة تقسيمة للفورسز وتقسيمة للممبرز. هنعمل حاجة اسمها classification of forces و classification of members. اوكي عاوزين نفهمهم كويس على اساس كل حاجة هنفهمها دلوقتي هتساعدنا بعد كده في الايه، في الشغل بتاعنا. الفورسز هنقسمها لنوعين، نوع external ونوع internal. external forces و internal forces. طب الاكسترنال دي تشمل ايه بقى؟ الاكسترنال دي تشمل اللودز اللي احنا حاطينها زي ال 8 كيلو نيوتن وزي ال 12 كيلو نيوتن، وتشمل الويتس بتاعت الاستراكشر لو كانت موجوده، وتشمل الاكسترنال رياكشن بتاع السبورت. يعني زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي، زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي حالا هبان لكم الرسمه بتاعت الاكسترنال فورسز. معلش هي الصوره متاخره شويه، ف يعني بنتظر شويه قبل ما الصوره تبان. الصورة واقفة خالص مش كده؟ خالص بالظبط كده. اهي بدأ يبان قصادك اهي الاكسترنال فورسز. الاكسترنال فورسز او القوى الخارجيه دي تشمل ايه بقى؟ تشمل اللودز زي اللي حضرتك شايفها، ال 8 كيلو نيوتن اللود اللي موجود عند نقطه ايه، ال 12 كيلو نيوتن اللود الافقي اللي مثلا سي كان ده ويند لود او حاجه زي كده بتاثر على الفيرتيكال كولوم، ونتيجه التثبيت عند الارض بيبقى في عندي رياكشنز اسمها اي اكس اي واي مومنت. طبعا ده الفيكسد سبورت اللي احنا درسناه في شابتر نمبر 5. الفيكسد سبورت بيبقى ليه 2 فورسز اند 1 ايه، 1 كابل. ده الشكل بتاع الاكسترنال فورسز اللي بتاثر على الفريم كله از توتال. ده الاكسترنال فورسز اللي بتاثر على الفريم كله ايه، از توتال. يعني انا لو واقف بتفرج على الفريم كله كده كجسم واحد، اللي شايفه هو الاكسترنال فورسز. طيب في نوع تاني من الفورسز اسمها الانترنال فورسز. الانترنال فورسز ديت هي دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن الفورس المتبادله عند نقط الوصلات. عايزين نفهم بقى الحته دي كويس قوي. الفورس المتبادله عند نقط الوصلات، المسمار عند نقطه بي وسي ودي زي ما هنشوف كمان شويه، اي كونكشن بين اي جسمين دايما بيبقى فيه اكشن ورياكشن ما بينهم. ونيوتن قال ان الاكشن والرياكشن دول ايكوال ان ماجنتيود واوبوزيت ان دايركشن. اوكي؟ ففي فورسز انترنال دي هيدن فورسز، في فورسز انترنال بنسميها هيدن فورسز موجوده عند نقطه بي وسي ودي في الرسمه اللي موجوده قصادكم. الفورسز ديت بتكنسل بعضها طول ما انا بتعامل مع الفريم كوان يونت. ازاي افهم الكلام ده؟ ازاي حضرتك مثلا لو مسكت ايديك اليمين والشمال مع بعض كده وقعدت تشد دي وتشد دي، خلاص انا لو واقف بتفرج انا مش حاسس ان في فورس على ايدك اليمين او الشمال، الفورس جوه هيدن، لكن انت من جواك ايدك اليمين حاسه بتاثير الشمال عليها وايدك الشمال حاسه بتاثير اليمين عليها. ده معنى كلمة الانترنال فورس. الانترنال فورس هي هيدن فورس، قوة خفية خلاص بتمثل الفعل ورد الفعل بين الأجسام الايه المتوصلة ببعضها. فمثلا الممبر الأفقي والممبر المايل في فورس فعل ورد فعل متبادل ما بينهم عند نقطة بي. الممبر الأفقي والرأسي في فعل ورد فعل عند نقطة سي. نفس الكلام عند نقطة دي، في أكشن ورياكشن متبادل. طول ما أنا ببص على الفريم كوان يونت خلاص ما اشوفهمش، دي بتبقى هيدن فورس. طيب امتى تبان؟ عشان الفورس دي تبان
هنتخيل ان احنا رسمنا الممبر اي بي سي لوحده، الممبر سي دي اي لوحده، الممبر بي دي لوحده. يعني هنتخيل ان احنا خلينا كل ممبر ايزوليتد او معزول لوحده، فساعتها تبتدي الهيدن فورس دي الاكشن والرياكشن تبان زي بالظبط. انت ماسك ايدك اليمين والشمال، في فورس ما بينهم، في فورس ما بينهم، اكشن والرياكشن ما بينهم ايكوال الماجنيتيود اوبوزيت دايركشن، وانا واقف من بره مش شايفه. طب لو جيت حضرتك مثلا سبت ايديك الاثنين من بعض، انا ابتدي اشوف الايه تاثير كل فورس على الثانيه، ان كل ايد ثابت الثانيه، فتبتدي كل ايد ايه تتحرك لوحدها. اوكي، فاحنا النهارده هدفنا الاساسي ان احنا عاوزين نعرف الفورس اللي موجود عند النقط بي وسي ودي ديت شكلها ايه وقيمها كام. واحد يقول لي ايه اهميه الكلام ده؟ ده مهم جدا. ليه؟ حضرتك لما تعمل مبنى زي دوت او مظله زي دي او اي ستراكشر، خلاص انت بتعمل له ديزاين. ديزاين يعني ايه؟ يعني حضرتك هتروح مثلا تقول للناس ركبوا لي الممبرز دي ووصلوا بينها مثلا بمسامير قطر 20 قطر 30. طب القطر ده بتحدده بناء على ايه؟ ان لازم المسمار ده يستحمل الفورس الموجوده عند بي وسي ودي. لازم المسمار اللي حضرتك هتستخدمه ده يستحمل الفورس الموجوده هنا. طب لو مثلا الفورس 100 وانت حاطط مسمار ما يستحملش غير 50، اول ما تيجي تركب تلاقي الكلام ده كله يقع. فلازم حضرتك تقدر تحسب كل الفورسز الانترنال زائد كل الفورس الاكسترنال اللي بره، الاي اكس والاي واي والكلام ده كله. بس اتفقنا ان الاكسترنال ما بيبان على الفريم كله از توتال، الانترنال ما يبانش. الانترنال عشان يبان هتخيل ان انا فصلت كل ممبر لوحده واحسبه، خلاص زي ما هنشوف كمان شويه اقدر احسب الايه الانترنال فورسز والاكسترنال فورس. طيب الفورس المتبادله بين اي جسمين زي ما حضراتكم شايفين كده الرسمه اللي على الشمال، لو انا عندي جسمين زي كده اهم وفي وصله ما بينهم مسمار، البين كونكشن اللي موجود ما بين الايه اللي موجود بين الجسمين دول، خلاص البين كونكشن الموجود دوت بيعمل ايه؟ طبعا البين كونكشن ده بيدي سماحيه ان الجسمين عاوزين يلفوا يلفوا، لكن ينفع جسم منهم يتحرك ويسيب التاني؟ لا مستحيل. يعني كأن كل جسم شغال كبين سبورت للجسم التاني، يمنعه من الحركه في اكس وواي لكن يسمح له بالروتيشن، يمنعه من الحركه في اكس وواي لكن يسمح له بالروتيشن. عشان كده الانترنال فورس المتبادله بين الجسمين، لما باجي افصل الجسم ده لوحده، لما اجي افصل الجسم اليمين ده لوحده والشمال ده لوحده، واجي احط الفورس الموجوده على كل واحد، باجي اعمل ايه؟ باجي اروح حاطط اكس وواي زي ما حضراتكم شايفين كده، مثلا الممبر اللي على الشمال احط له اكس اكس واي في اي اتجاهات، مثلا يمين وفوق، واروح جاي حاطط عكسها على الممبر التاني. ليه عكسها؟ لان نيوتن اللي قال ان ده فعل ورد فعل، الفعل ورد الفعل او الاكشن والرياكشن بيبقى ايكوال الماجنتيود اوبوزيت دايركشن. فحضرتك لو فرضت الفورس على الممبر الاول يمين وفوق، يبقى عكسهم على الممبر التاني يبقى شمال وايه شمال وتحت. لو انا جمعت الشكلين دول مره تانية ايه اللي يحصل؟ الفورسز دي تكنسل بعضها وترجع الفورس هيدن مره تانية ويرجع الشكل فاضي مره كمان. يبقى انا هنا اما باجي احط بين كونكشن بين اي جسمين، الاكشن والرياكشن المتبادل ما بينهم دايما الطبيعي بتاعه انه يبقى اكس وواي على الممبر الاول في اي اتجاهات تعجبني، يمين شمال فوق تحت زي ما انا عايز، وعكسهم على الممبر الايه وعكسهم على الممبر التاني. ده الايه الفعل ورد الفعل الطبيعي اللي موجود عند اي بين كونكشن. ليه؟ لان اي ممبر منهم بيعتبر ان هو بيمنع حركه الجسم التاني في اكس وواي لكن بيسمح له بالايه بيسمح له بالروتيشن. طيب السؤال، هل هاجي عند كل بين احط اكس وواي وعكسها؟ هنشوف. احنا خدنا كده الصوره العامه للانترنال فورس، تعال نشوف بقى هل ده هننفذه في كل المسائل ولا هيبقى فيها تغييرات. فده بالنسبه للانترنال فورس. لو حد ليه سؤال او حاجه يقول، ناخد سؤال او اتنين كده قبل ما نتنقل بعد كده للايه للرسم الفورسز نفسها. حد ليه اي سؤال؟ خلاص اوكي. طيب احنا كده بقى عاوزين خلاص اتعلمنا ايه هي الانترنال فورس والاكسترنال فورس. عندنا كلاسيفيكيشن تاني مهم قوي
حاجه اسمها التايبس اوف ممبرز، حاجه اسمها التايبس اوف ايه اوف ممبرز. طيب الممبرز اللي عندنا زي ما كنا شايفين الفريم من شويه، في جزء عمود راسي وعرضه افقيه وممبر مايل. الممبرز دي ليها انواع؟ قال لك اه ليها انواع. طب الانواع دي هنقسمها ازاي؟ قال لك هنقسمها لشكلين اساسيين. النوع الاول بنسميه تو فورس ممبر او عضو ثنائي القوه، او احيانا بنسميه لينك ممبر. والنوع الثاني بنسميه مالتيبل فورس ممبر، او اختصارا بنسميه مالتي فورس ممبر، يعني متعدد القوه. طيب اعرفه ازاي؟ قال لك ببساطه جدا، الممبر اللي الاقي الفورسز بتاعته، يعني خلي بالك بقى من الكونديشن المكتوب ده، ان كل الفورسز اللي عليه سواء ايا كان نوعها اكسترنال او انترنال، ايا كان النوع بتاعها، لو كانت بتاثر في نقطتين اتنين بس، ماليش دعوه بعدد الفورس. يعني مثلا عند نقطه A في 50 فورس، عند نقطه B في 80 فورس، ما يهمنيش العدد، المهم في الاخر هم مركزين عند نقطتين اتنين بس، نقطه A ونقطه B، عند نقطه A ونقطه B خلاص. يبقى ساعتها ايه اللي يحصل؟ ساعتها الممبر ده يبقى اسمه تو فورس ممبر. طب هكسب ايه منه؟ قالك ببساطه جدا، ان كل الفورسز اللي عند الاي وكل الفورسز اللي عند البي لازم تكون ايكوال ان ماجنيتيود اوبوزيت ان دايركشن اند اون ذا سيم لاين اوف اكشن. عشان الممبر ده يبقى في حاله توازن، لازم القوه اللي موجوده في الاطراف تكون متساويه في المقدار، متضاده في الاتجاه، وعلى استقامه واحده. يعني معناها ان الفورس اللي عند الاي تمر بالبي واللي عند البي تمر بالاي. اوكي؟ طيب ده هيساعدني، هيساعدني كتير جدا، لانه هيقلل لي عدد الانونز في المساله، خلاص زي ما هنشوف كمان شويه. يبقى الممبرز اللي هي تو فورس ممبر، تو فورس ممبر بعرفها ان الاقي كل الفورسز اللي بتاثر عندي على الممبر كلها مركزه في نقطتين. خلي بالك انا مش بتكلم على عدد الفورس، انا بتكلم على عدد النقط. لو كانت كلها مركزه في نقطتين اتنين بس، يبقى ساعتها الفورسز اللي عند نقطه A وB دول مجبرين ان هم يبقوا مساويين في المقدار، متضادين في الاتجاه. يعني لو واحده F الثانيه تبقى F، واحده طالعه لفوق الثانيه نازله تحت، واحده رايحه يمين الثانيه تبقى شمال. اهم شرط ان هم يبقوا on the same line of action، يبقوا على خط عمل ايه؟ على خط عمل واحد. ده اهم شرط ايه عندنا، يعني لازم الفورس اللي عند الA تمر بالB واللي عند البي تمر بالA. اوكي؟ طيب ده التو فورس ممبر. النوع الثاني اللي هو بنسميه مالتي فورس ممبر. مالتي فورس ممبر يعني ايه؟ يعني الفورسز مركزه على الجسم في اكتر من نقطتين، ايا كان نوعها برضه، يعني نوعها انترنال او اكسترنال مش دي القضيه، النوع بتاعها انترنال او اكسترنال مش دي القضيه، خلاص. المهم ان هم يكونوا مركزين في اكتر من نقطتين، زي الشكل اللي قصادنا على اليمين. الشكل اللي قصادنا على اليمين دوت، عندي فورس مركزه عند بي، عندي فورس مركزه عند بي نتيجه الهنج سبورت، عندي في تنشن موجود عند سي، عندي في وزن موجود عند جي 2، عندي وزن الاسطوانه اللي محطوطه عند جي 1 او عند نقطه A. ده هنا مركز في اكتر من نقطتين، اكتر من نقطتين 3 4 5 اي عدد، يبقى ده يصنف على طول ان هو ايه؟ ان هو مالتي فورس ممبر. ده يصنف ان هو ايه؟ مالتي فورس ممبر. طيب التصنيف ده في منتهى الاهميه، وهنعرف قيمته كمان شويه، ان انا لازم اول ما تجيلي اي مساله لازم على طول اصنف الايه الممبرز ديت. فاحنا مثلا لو رجعنا للمساله الاصليه بتاعتنا، لو رجعنا للمساله الاصليه بتاعتنا اللي هي الشكل اللي قصادنا دوت اهو، ده بمنتهى البساطه كده. الممبر حد يرد عليا كده بقى يقول لي مثلا الممبر اي سي ده نوعه ايه؟ الممبر اي سي ده نوعه ايه؟ تو فورس ممبر؟ لا، الممبر اي سي مالتي فورس ممبر. ليه؟ لان الفورس مركزه عند ثلاث نقط. بص معايا كده، في نقطه اي دي مركز عندها اكسترنال فورس اللي هي الثمانيه، نقطه بي عندها انترنال فورس لسه ما اتكلمناش عليها، بس في انترنال فورس عند بي، عند نقطه سي في انترنال فورس ثالثه. يبقى الفورس هنا مركزه في ثلاث نقط، يبقى بالتالي الممبر ده يصنف كانه ايه؟ كانه مالتي فورس ممبر. يبقى الممبر ده يصنف ان هو ايه؟ ان هو مالتي فورس ممبر. طيب نيجي على الممبر الراسي
اللي هو سي اي رايكم كده ده يمثل ايه؟ مالتي فورس ممبر ولا تو فورس ممبر؟ برضه مالتي فورس ممبر. ليه؟ لان عند نقطه سي في انترنال، عند نقطه دي في انترنال، عند ال 12 ادي فورس كمان نقطه كمان، عند نقطه اي ادي فورس كمان، يبقى ده كمان يصنف كانه مالتي فورس ممبر. او اختصارا بنكتبه بايه؟ طيب الممبر بي دي، الممبر بي دي دوت الفورس فيه مركزه في كم نقطه؟ تو فورس ممبر مو اثنين بالظبط، يبقى ده يصنف على طول تو فورس ممبر. يبقى ده كده هنصنف. ايوه ما دي نقطه بقى عاوزين نتكلم فيها. احنا اي ممبر من اللي احنا هنشتغل بيهم في المسائل هنعتبر ان هو ملوش وزن الا اذا ذكر غير كده بشكل صريح. يبقى احنا يا جماعه هنتفق بقى ان اي شكل من الاشكال اللي هو مديها لي ان الوزن بتاعها نيجليكتد خلاص الا اذا ذكر غير ذلك بشكل صريح. يعني لو هو اداني المساله وسكت يبقى بي دي دوت الفورس مركزه في نقطتين وملوش وزن، بقى تو فورس ممبر. طب جه قال لي ان وزنه كذا، لو ليه وزن وقايل لي بشكل واضح وصريح خلاص، سواء انه قال لي الوزن بكذا او طلب مني الوزن بتاع الممبر ده، يبقى ساعتها الفورس بقت مركزه في ثلاث نقط اتحول لمالتي فورس ممبر خلاص. لكن احنا الرول بتاعتنا دايما ان اي جسم هيعتبر انه جسم خفيف ملوش وزن ما لم يذكر خلاف ذلك بشكل صريح. كل الممبرز ديت وزنها مهمل خلاص، طبعا ريلاتيف للاحمال اللي عليها. يعني الاحمال اللي عليها مثلا 8000 نيوتن او 12000 نيوتن، فلما يبقى وزن الجسم دوت 10 نيوتن ولا حاجه ملوش قيمه مثلا خلاص، بنعتبر ان هو ايه مهمل. فبالتالي الممبر بي دي دوت الفورس مركزه في نقطتين اتنين بس عند بي ودي، وبالتالي ده يعتبر كانه ايه؟ يعتبر كانه تو فورس ممبر. هتقول لي طيب التصنيف ده المالتي فورس ممبر والتو فورس ممبر ده هيفرق معايا؟ هيفرق معايا جامد جدا زي ما هنشوف حالا. يبقى احنا كده اتعلمنا ايه هي الاكسترنال فورس والانترنال فورس، اتعلمنا تصنيف الممبرز لنوعين التو فورس ممبر والمالتي فورس ممبر. طيب تعال نشوف بقى دوت هيفرق معايا في ايه. تعال نشوف الكلام ده هيفرق معايا في ايه. اوكي تعال نشوف. هنا هيبان قصادك الصورة دلوقتي. لما اجي اعمل بقى الاناليسيس بتاعتي، بص بقى الصفحة دي اهم واخطر صفحة ركز فيها قوي، لان دي هي الشغل بتاعنا كله. لما اجي ادرس الاناليسيس بتاعت الايه، بتاعت البادي، بتاعت الفريم والاجزاء بتاعته. اوكي معنى الاناليسيس يعني انا عايز احسب كل الاكسترنال الاكسترنال والانترنال فورسز. يبقى انا اي فريم حضرتك هتحله خلاص حاليا في مرحله تدريبيه هتحسب كل الاكسترنال والانترنال فورسز. في الامتحان ممكن نطلب منك فورسز عند نقط معينه، فممكن حضرتك تحسب النقط ديت مش اكتر من كده وايه وستوب على كده. لكن طبعا المرحله التدريبيه اللي احنا فيها حضرتك هتحسب كل الفورسز الاكسترنال والانترنال. طيب الصفحة اللي بقول لحضرتك عليها دي ركز فيها قوي بقى، دي هي الشغل بتاعنا كله، ان ازاي نرسم الفري بادي دايجرام للفريم والاجزاء. ازاي نرسم الفري بادي دايجرام للفريم وللاجزاء. لو رسمت دول صح اخش بعد كده على مرحلة الكالكوليشنز زي ما هتشوفوها كمان شوية، مرحلة تافهة قوي اقدر احسب منها الفاليوز ببساطة. لو رسمت غلط للأسف كل الكالكوليشنز بتاعتي بتبقى غلط. طيب نيجي الاول بقى، بص معايا كده. اول حاجه برسم الفري بادي دايجرام للفريم زي الشكل الموجود على الشمال قصاد حضرتك. الشكل الموجود على الشمال قصاد حضرتك عندي الفريم المكون من ثلاث اجزاء، برسم عليه الاكسترنال فورس. الاكسترنال فورس تشمل ايه؟ تشمل اللودز اللي هو ال 8 كيلو نيوتن، تشمل ال 12 كيلو نيوتن، تشمل الاكسترنال رياكشن اللي هم الاي اكس والاي واي والام بتوع الفيكسد سبورت. اوكي دول هم الاكسترنال فورسز. الفورس الانترنال عند بي وسي ودي انا مش شايفه. الفورس الانترنال عند بي وسي ودي انا مش شايفه، مش باينين قصادي. طب عشان ابينهم واحسبهم، عشان ابينهم واحسبهم، لان هو في المساله بيطلب منك الاكسترنال والانترنال خلاص، عشان احسبهم لازم ابينهم. فهبينهم هعمل ايه؟ هتخيل ان انا فصلت الممبر الافقي اي بي سي لوحده
زي ما حضرتك شايف كده. فصلت الممبر سي دي اي لوحده، الممبر الرأسي، الممبر المايل بي دي لوحده. الرسمة اللي هي الفري بودي دياجرام اوف بارتس، ده تخيل يعني حضرتك في الواقع المبنى او المنشأ او المظلة دي بتبقى على بعضها، لكن انت بتعمل الاناليسز على الورق قبل ما تبني والكلام ده كله، خلاص بتعمل الكلام دوت، بتفصل كل ممبر لوحده. عايز احسب الايه الاكسترنال والانترنال، فلازم ارسمه. اول حاجه اما اجي افصل الممبرز عن بعض، كل ممبر يتفصل بالاكسترنال بتاعه، يعني 8 كيلو نيوتن اللي عند الايه تروح مع الهوريزونتال ممبر، ال12 كيلو نيوتن اللي عند الفيرتيكال ممبر تروح عليه، الاي اكس الاي واي والام موجودين عند نقطه ام، موجودين عند نقطه اي بتاعت الفيرتيكال، اي بتاعت الفيرتيكال بلوت. يعني كان حضرتك مسكت الرسمه اللي على الشمال ديت وجيت بمقص، قصيت عند نقطه بي وقصيت عند سي وقصيت عند دي، وفصلت الورقه بتاعتك لثلاث ورقات منفصلين، واحده للهوريزونتال والثانيه للفيرتيكال والثالثه للانكلايند ممبر. اوكي، تيجي المهمه الاصعب بقى، هي الانترنال فورس. تيجي المهمه الاصعب الانترنال فورس. في واحد يقول لي ايه، يقول لي طب ما انت من شويه قلت الانترنال دوت الناجي عند كل نقطه، اروح حاطط اكس وواي على الممبر الاول وعكسهم اكس وواي على الممبر الثاني، ينفع؟ اه ينفع، ده صح. بس لما الاقي تو فورس ممبر ده بيديني اوبشن كويس جدا. ايه هو بقى؟ لو انا بصيت الاول على الممبر بي دي، لو انا بصيت الاول على الممبر بي دي اهو، بص كده البي دي فصلته لوحده، والممبر الافقي فصلته لوحده، والممبر الراسي فصلته لوحده. اوكي، ادي اهو ده بي دي، وادي الممبر الافقي اللي هو بيحتوي جواه نقطه بي، وادي الممبر الراسي اللي هو بيحتوي اللي هو سي دي اي. سي دي اي. اوكي، طيب هاجي اعمل ايه بقى؟ بص معايا على الحته ديت. هنا الممبر بي دي ده تو فورس ممبر، يبقى الطبيعي ان هو عشان يحصل له ايكوليبريم، الطبيعي انه عشان يحصل له ايكوليبريم لازم الفورس اللي موجوده في الاطراف بتاعته، لازم الفورس اللي موجوده في الاطراف بتاعته تبقى ماشيه، الفورس اللي عند البي تمر بالدي واللي عند الدي تمر بالبي، يبقى في فورس هنا احطها اف رايحه من بي لدي والاوبزيت بتاعها عند دي، يبقى سهمين عكس بعض. سواء حضرتك تحطهم السهمين كومبريشن، يعني السهمين داخلين او السهمين خارجين زي ما عجبك، يعني سواء الجسم ده مضغوط او مشدود زي ما انت عايز، المهم ان السهم اللي عند البي يمر بالدي والسهم اللي عند الدي يمر بالبي، لان ده تو فورس ممبر. تو فورس ممبر غصب عني لازم الفورسز اللي عند بي ودي تبقى ايكوال الماجنتيود، نفس الاف، اوبوزيت دايركشن عكس بعض، اند كولينير. كولينير يعني على استقامه واحده، فلازم الفورس اللي عند البي تمر بالدي واللي عند الدي تمر بالبي. يبقى انا هنا مش محتاج احط اكس وواي، هنا مش محتاج احط اكس وواي، هنا بحط فورس واحده بس، الاكس والواي الريزلت بتاعتهم لازم تبقى ماشيه في اتجاه الايه، في اتجاه الخط دوت. طب هي الفورس مش المفروض بيربنديكولار على البلين؟ بيربنديكولار على الايه، على الرود؟ اه لا، ليه ده؟ هي عمرها ما تعمل ايكوليبر. ده لو جت بيربنديكولار على الرود خلاص هتخليه يلف، ده هي لازم تبقى في اتجاه الرد بي دي عشان الفورس اللي عند بي ودي يكنسلوا بعض، صح ولا غلط؟ صح، لازم الفورس اللي عند البي تمر بالدي واللي عند الدي تمر بالبي عشان الرد دوت ما يلفش، يفضل ثابت في مكانه. اوكي، طيب دي الفورس، دي الفورس اللي بتاثر على الممبر بي دي، دول اسمهم تاثير الممبر الافقي والممبر الراسي على البي دي، يعني دول بيضغطوا لما بدوس بال 8 كيلو نيوتن وال 12 كيلو نيوتن، فتبص تلاقي الممبر الافقي والممبر الراسي الاثنين بيضغطوا على بي دي، بيضغطوا عليه بالشكل الاسهم اللي موجوده قصاد. طب البي دي ده هيسكت؟ لا، هيرد بالعكس، زي بالظبط انت لما تكون واقف واحد بيزقك من اليمين واحد بيزقك من الشمال، خلاص انت هتسكت؟ هل في الاخر ايه، هتقبل ده وتقبل ده وتتلاشى في النص؟ اكيد لا، اكيد هترد بالعكس. يبقى اكيد الاف اللي بتاثر عند بي، اللي بتدوس على بي لتحت،
اكيد الرود المايل بيرد بعكسها لفوق على الممبر الافقي اللي هو السهم اللي احنا حطيناه دلوقتي. نفس الكلام الاف اللي بتزق نقطه دي في الممبر المايل، الممبر المايل هيرد بعكسها على الممبر الايه الراسي، نفس المقدار ونفس الايه، نفس المقدار وعكس الاتجاه، نفس المقدار وعكس. واحد يقول لي طب انا كسبت ايه من الحركه ديت؟ كسبت ان الفورس دي اصبحت انون واحد بس ومعلوم في الاتجاه. واحد يقول لي عرفت الاتجاه منين؟ اقول له الاتجاه بي دي من الرسم اللي قصادك فوق، انت اوريدي عارف المسافه بي سي 2 متر وسي دي 2 متر، يبقى انت عارف ان الخط بي دي ده مايل بزاويه 45 درجه، يبقى بالتالي الفورس اف ديت انا عارف الانجل بتاعتها 45 مع الهوريزونتال او 45 مع الفيرتيكال. في الحاله بتاعتنا دي 45 الاثنين زي بعض، الهوريزونتال والايه والفيرتيكال. اوكي، يبقى اصبح هنا الفورس المتبادله هتبقى ماشيه في اتجاه التو فورس ممبر. يبقى انا هنا هحط عند بي ودي فورسز عكس بعض، اف واف ماشيين في اتجاه الخط بي دي، واخدهم اعكسهم على الادجيسنت ممبرز، اعكسهم على الممبر الافقي والممبر الراسي. يبقى اول حاجه اتعلمناها لما بيكون عندي واصله بين تو فورس ممبر مع مالتي فورس ممبر، خلاص زي نقطه بي ودي دول، الوصلات ديت لما باجي اتعامل معاها باجي على التو فورس ممبر احط له فورس في اتجاهه سواء كومبريشن او تنشن، سواء كومبريشن او تنشن اهو. صوت حضرتك بيقطع يا دكتور، الصوت مش واضح ولا ايه؟ واضح يا واضح. بس يبقى انا عندي لو عندي واصله بين تو فورس ممبر ومالتي فورس ممبر زي نقطه بي ودي باجي اعمل ايه؟ الصورة اعتقد راحت مش كده؟ لا موجودة. موجودة؟ طيب اوكي. طيب يبقى انا لو عندي واصلة بتربط نقطة بي ودي بين تو فورس ممبر ومالتي فورس ممبر، باجي اعمل ايه؟ بحط للتو فورس ممبر الفورس بتاعته في اتجاهه سواء تنشن او كومبريشن زي ما حضرتك شايف، يا اما سهمين داخلين يا اما سهمين خارجين. واخد الاسهم اللي عند بي ودي ده الممبر المايل اعكسها على الادجيسنت ممبرز، اعكسها على الايه الاجزاء المجاوره ليه. اوكي طيب ده بالنسبه للوصله بتاعت بي ودي. تعالوا بقى نروح عند الوصله بتاعت سي. الوصله بتاعت سي دي بتربط بين ممبرز انواعها ايه؟ مالتي فورس ممبر. بالظبط، مالتي فورس ممبر ومالتي فورس ممبر، صح؟ يبقى بالتالي عند نقطه سي هل الفورس مجبرة تمشي في أي اتجاه على أي ممبر من الاثنين؟ معايا يا جماعة ولا إيه؟ هو مفهمش سؤال معلش. أنتوا سامعيني بس أهم حاجة؟ أيوة سامعين يا دكتور. عند نقطة سي، عند نقطة سي دي نقطة بتربط بين تو ممبرز، الممبر الأفقي والرأسي. انتوا من شويه قلتوا ان انواعهم مالتي فورس ممبر مع مالتي فورس ممبر، صح ولا غلط؟ تمام مظبوط. هل الممبر الافقي او الراسي، هل الفورس المالتي فورس ممبر لازم الفورس مجبره تمشي في اتجاه معين؟ لا لا، عشان في اكويليبريم. بالظبط كده، عند نقطه سي الممبر الافقي مش شرط ان الفورس تاخد اتجاه معين، عند نقطة سي للممبر الرأسي مش شرط الفورس تاخد اتجاه معين. امتى الفورس بتبقى مجبرة انها تمشي في اتجاه معين؟ لو كان في تو فورس ممبر، صح؟ طيب هنا الوصلة اللي عند سي ديت، الوصلة اللي عند سي دي مالتي فورس ممبر مع مالتي فورس ممبر، فباجي اعمل ايه؟ بحط اكس وواي على واحد وعكسه على التاني، يبقى الاكشن والرياكشن المتبادل بين الجسمين هنا لا يشترط انه ياخد اتجاه معين. فزي ما حضرتك شايف كده هروح جاي عند نقطة سي على الممبر الرأسي، اروح حاطط سي اكس وسي واي في اي اتجاه يعجبني وليكن يمين وفوق، بدل ما حطيتهم على الممبر الرأسي بالشكل ده اروح حاطط عكسهم على الممبر الايه الافقي، يبقى نفس السي اكس ونفس السي واي بس يبقوا شمال ولتحت. اوكي، بحيث ان حضرتك لو جيت جمعت الشكل مره ثانيه، لو انا جيت جمعت نقطه سي مره ثانيه
ايه اللي يحصل؟ سي اكس تكنسل بعضها، سي واي تكنسل بعضها، يرجع نقطه سي فاضيه. اما اجي اجمع نقطه بي، الاف والاف يكنسلوا بعض. اما اجي اجمع نقطه دي، الاف والاف يكنسلوا بعض، يرجع شكل الفريم مره ثانيه بايه؟ بنفس الشكل. تمام يا جماعه؟ ايه تمام 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 اوكي. فهمنا ازاي نرسم الفري بودي دياجرام، فهمنا ازاي نرسم الفري بودي دياجرام بتاعنا. لان هي الرسمه دي هي اللي هتبني عليها كل الشغل بعد كده. كل الرسمه دي هي اللي هتبني عليها كل الايه الشغل بتاعنا. اوكي طب عرفنا هو في رود بي دي ليه رسمت الفورسز داخلين لجوه مش طالعين لبره؟ عايزه تفرديهم ان هو تنشن، مفيش مشكله. يعني انت لو عايزه تفردي السهمين خارجين لبره مفيش مشكله خالص. خلاص يعني انت بتحط الفورسز كومبريشن او تنشن زي ما عجبك، واخد الفورسز ديت اروح عاكسها على الهوريزونتال ممبر والفيرتيكال ممبر. اوكي واحسب لو طلع الناتج بتاعي بوزيتيف يبقى فردي صح، طلع نيجاتيف يبقى العكس. بس هو المنطقي هنا في المساله ديت لما اضغط بال8 كيلو نيوتن لتحت وال12 ناحيه اليمين، تعتقد الممبر ده هيتضغط ولا هتشد؟ هيتضغط اكيد هيتضغط. فانا لو فورسز اقرب للواقع وطلع الناتج بوزيتيف بيبقى افضل. لكن لو انا مش قادر اتخيل هو هيتضغط ولا هيتشد، خلاص اروح فارض الفورس بتاعتي سهمين يا اما داخلين يا خارجين اي حاجه واحسب، يطلعوا بوزيتيف اوكي، يطلعوا نيجاتيف مفيش مشكله، بسيبها زي ما هي. خلاص طيب دكتور، هو احنا ليه بنعمل تو كومبوننتس عند الانترنال، ليه مش فورس واحده يعني؟ لان هو البين كونكشن بصفه عامه، البين كونكشن بصفه عامه، يعني انت لما يكون عندك مثلا جسمين اهم، ادي ده بادي وده بادي تاني، متوصلين مع بعض بين كونكشن، متوصلين مع بعض بين كونكشن زي الرسمه اللي قصاد حضرتك ديت. البين كونكشن ده بيمنع الجسمين ان هم يسيبوا بعض ويتحركوا في اكس وواي، لكن يسمح بالروتيشن ما بينهم. فعشان كده الطبيعي لاي بين كونكشن انه بيمنع الحركه في اكس وواي، فحط اكس وواي على واحد منهم وعكسه على التاني اهو، زي ما انا برسم كده. فالطبيعي البين كونكشن هيبان لك الرسمه حالا دلوقتي، البين كونكشن الطبيعي بتاعه خلاص ان هو بيبقى ليه تو رياكشنز اكس وواي على الجسم الاول وعكسهم على الجسم الثاني، ده الطبيعي. طيب لو كان احد الممبرز تو فورس ممبر زي مثلا ممبر بي دي اللي احنا شايفينه، ساعتها بيبقى اهو الرسمه ظهرت قصادك اهو، يبقى انا عندي التو ممبرز المتوصلين دول، الطبيعي بتاعهم ان الجسمين بيمنعوا بعض ان هم يتحركوا في اكس وواي لكن بيسمحوا بالروتيشن، ده طبيعه المسمار. المسمار بيمنع ان الجسمين يسيبوا بعض لكن يسمح ان هم يلفوا وهم في مكانهم. فعشان كده بنحط الاكشن والرياكشن، كل جسم يعتبر كانه بين سبورتد للجسم الثاني. فبحط اكس وواي على الجسم الاول وعكسه على الثاني، يعني يمين وفوق يبقى عكسه شمال وتحت. لما يكون ما انا هقول لك بقى في التو فورس ممبر، تو فورس ممبر الاكس والواي اللي عند بي بيجبروا ان المحصله بتاعتهم لازم تكون واخده اتجاه الخط بي دي، الاكس والواي اللي عند دي بيجبروا ان المحصله بتاعتهم تكون واخده الاتجاه بي دي. فاهم اقصد ايه؟ لان هو لازم بالظبط، لازم الفورس اللي عند البي واللي عند الدي، لازم محصله الاكس والواي اللي عند البي والاكس والواي اللي عند الدي، المحصله هنا وهنا لازم يبقوا على الخط واحد، والا الرود دوت يلف، لان هو للاسف الفورس مركزه في نقطتين. لو هي مركزه في اكتر من نقطتين زي مثلا الممبر الافقي، الممبر الافقي الفورس مركزه في ثلاث نقط A و B و C، فعشان كده الفورس تاخد اي اتجاه مش مشكله. لكن لما يكون الفورس مركزه في نقطتين لازم الفورس اللي عند النقطه الاولى والفورس اللي عند النقطه الثانيه الريزلتنت هنا وهنا لازم يكونوا في اتجاه ايه؟ خط واحد. فهمناها؟ او تمام. اوكي دكتور، يا البوينت دي ملحومه في الارض؟ ايه ملحومه في الارض؟ اه ايه ده فيكسد سبورت.
تمام شكرا. طيب بعد ما رسمنا الفري بودي ديجرام وفهمناه كويس خلاص، وزي ما بقولك ده اهم حاجة في المسألة، تيجي الخطوة اللي بعد كده اللي هي خطوة الايه، الحل الارقام بقى. ودي خطوة سهلة قوي 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 زي ما هتشوفوا كده، ان احنا اوريدي بنحل الارقام بثلاث معادلات، سيجما اف اكس، سيجما اف واي، سيجما الايه، سيجما المومنت. اهو الخطوة اللي بعد كده الكالكوليشن ستيج، الخطوة اللي بعد كده اللي هي الكالكوليشن ايه ستيج، او خطوة الحسابات. خطوة الحسابات هتبان قصادكم حالا اهي. خطوة الحسابات ببساطة جدا ان انا بدرس الايكوليبريم بتاع الفريم والايكوليبريم بتاع كل جزء من اجزاء الفريم. يعني كأن المسألة عندي بقت مسألة للفريم وكل بارت او كل جزء من اجزاء الفريم. فنبدأ الاول بالفريم. الفريم ما يبانش عليه غير الاكسترنال بس، الانترنال اللي عند بي وسي ودي بيكنسل بعضه خلاص، ما يظهرش ابدا وانا بدرس الفريم كله از توتال. فالفريم باين عليه ايه بقى؟ باين عليه الاكسترنال لود 8 وال12 والاكسترنال رياكشن اللي هم الاي اكس والاي واي والام بتوع الفيكسد سبورت. هو قال ان عند اي في فيكسد سبورت. اوكي طيب هنا ادرس الايكوليبريم ازاي؟ هبص على الجسم ده كله كانه يونت واحده. شايفين ده كل اللي انا برسمه ده اهو، كل ده كانه يونت واحده اللي هو الاي بي سي وسي دي اي وبي دي، كل ده كانه يونت واحده. ماليش دعوه التفاصيل اللي جواه، ماليش دعوه ان في بين اهو زي الرسمه اللي قصاد حضرتك، ان كل ده يونت واحده على بعضها. فهقول سيجما اف اكس بزيرو، سيجما اف واي بزيرو، سيجما المومنت بزيرو. فابدا بسيجما اف اكس، ايه الفورس اللي في الاكس؟ عندي الاي اكس وال12 مفيش غيرهم، يبقى اليمين بيساوي الشمال يطلع ال12 بتساوي الاي اكس اهو، دي المعادله الاولى. وبعد كده اروح سيجما اف واي، ايه الفورس اللي في الواي؟ عندي الاي واي وال8 مفيش غيرهم، يبقى اللي فوق اي واي يساوي اللي تحت اللي هو ال8، طلعت الاي واي. الخطوة التالتة ان اخد المومنت حوالين اي نقطة تعجبني واساويها بزيرو. طب ما ناخد المومنت عند اي خلاص واطير الاي اكس والاي واي، يبقى يتفضل لي الام. طبعا المومنت كابل ده ما بتضربش في حاجة، يعني ما حدش يجي يقول لي اما اخد عند اي ان الام دي هتطير، لا المومنت كابل ام ده ينزل قيمته ام عند اي مكان. يعني لو خدت المومنت عند اي، عند بي، عند سي، عند اي مكان عند اي ينزل ام زي ما هو. اوكي يبقى عندي ام وبعد كده الاي اكس والاي واي اتكنسلوا، يتفضل لي ال 12 تضرب في البعد بتاعها اللي هو 3، 12 تضرب في 3 وبتلف كلوك وايز عشان كده بقت نيجاتيف 12 في 3، وال 8 اضربها في البعد بتاعها اللي هو 5 يطلع لي البعد 8 في 5 بالنيجاتيف، ده النيجاتيف مومنت. احسب الام تطلع الام ب 76 كيلو نيوتن متر. يبقى انا كده نجحت ان قول هو معلش المومنت اللي عنده نقطه ايه ده مومنت بتاع الفيكسيشن نتيجه ان الجسم مثبت في الارض. مش انت حضرت الشابتر اللي فات؟ ايه يا دكتور، مش انت حضرت الشابتر اللي فات؟ مش متاكد والله يا دكتور، انا اصلا مش عارف من ايه. يبقى ما انا بقول لك يبقى المشكله عندك انت بقى. اما يكون عندي جسم موجود في فيكسد سبورت، يعني امبيدد جوه الارض كده، ده بنسميه فيكسد سبورت. الفيكسد سبورت دوت بيمنع الحركه في اكس، بيمنع الحركه في واي، زي عرضه الجون كده اللي في ملعب الكوره. لو انت رحت تزقها في الاكس مش هتتحرك، في الواي مش هتتحرك، لو جيت تلفها كلوك وايز او انتي كلوك وايز هتتمنع من الدوران. اللي بيمنع الدوران هو الكابل ام، الارض بتعمل كابل خلاص، الكابل ده بيمنع الجسم من الدوران. اوكي ماشي العفو. بعد ما حلينا الاكسترنال فورسز جبنا الاكسترنال رياكشنز، عمره ما بيجيب لي مساله فريم ويطلب الاكسترنال بس، لازم هيطلب كمان الانترنال. زائد ان انا مش بصرف النظر عن الامتحان، انا زي ما قلت لك انا بعمل اناليسيز عشان استفيد بالمعلومات دي بعد كده في ان انا ابني الجسم دوت او ان انا اعمل ديزاين ليه او الكلام ده كله. فتيجي المرحله التاليه بقى ان انا احسب الانترنال فورس. خلاص هروح بقى الانترنال فورس اهو. بص معايا كده بقى، بعد ما رسمت الفري بودي دياجرام للاجزاء
اما اجي اشتغل بقى الجزء اللي هو التو فورس ممبر ده ما بدرسوش، جزء التو فورس ممبر بي دي ده ما بدرسوش، خلاص ده انا عملت له الايكوليبريم بتاعه على الرسم، ملوش قيمه بعد كده. يعني انا ده دوره بينتهي ان انا بعد ما احط له الفورس اف واف واعكسهم على الاجزاء الادجيسنت خلاص اصبح ملوش اي قيمه، اصبح بدرس المالتي فورس ممبر بس. زي ما انت شايف كده بي دي ده خلاص برميه مش عايزه، يبقى انا بدرس المالتي فورس ممبر، يا اما ادرس الممبر الافقي يا اما ادرس الراسي. خلاص الافقي عليه 3 انونز اف وسي اكس وسي واي، والراسي عليه نفس ال 3 انونز نفس الاف والسي اكس والسي واي. اوكي اختار اي واحد فيهم، طبعا اختار الاسهل. يعني حضراتكم شايفين انهي الاسهل في الحسابات؟ اكيد الافقي، الافقي عدد الفورس اللي عليه اقل فهيبقى حساباته ابسط شويه. فتعالوا نشوف بقى الممبر الافقي اللي هو اي بي سي. الممبر اي بي سي دوت خلاص هطبق عليه 3 equations سيجما اكس سيجما واي سيجما المومنت، عليه 3 unknowns اللي هم الاف والسي اكس والسي واي. حضرتك اول حاجه هتمسك الاف دي تعمل لها ريزوليوشن، هيجي لي اف كوزاين ناحيه اليمين، اف كوزاين اللي هي كوزاين 45 تبقى اف اوفر روت 2، والساين اللي هي الراسيه هتبقى لفوق تبقى اف اوفر روت 2. اوكي يبقى انا كده مسكت الاف عملت لها ريزوليوشن لتو كومبوننتس، ناحيه اليمين كوزاين وناحيه والفوق هتبقى ايه ساين. هاخد المومنت عند سي زي ما حضرتك شايف سيجما المومنت اباوت سي ايكوال 0 خلاص، يبقى الاف على جذر 2 الافقيه دي اختفت، السي اكس والسي واي اختفوا، يتفضل لي اف على جذر 2 في 2 وال8 تضرب في 5. من الايكويشن دي هطلع الاف، من الايكويشن ديت اقدر احسب قيمه الايه قيمه الاف. يبقى انا كده نجحت ان انا اجيب الفورس اللي ماشي عند نقطه بي. بعد كده اروح مطبق سيجما اف اكس ايكوال 0 سيجما اف واي ايكوال 0 القوى الافقيه، الافقيه عندي اف اوفر روت 2 او اللي هي اف كوزاين 45، وعندي السي اكس اليمين ناقص الشمال بيساوي 0. اعوض بالاف زي ما جات لي من الخطوه الاولى، الاف اللي جات لي من الخطوه الاولى اللي هي 28.2 اطلع السي اكس ب 20. اروح على اتجاه الواي، ايه الفورس اللي في الواي؟ عندي اف اوفر روت 2 لفوق اللي هي ساين 45، وعندي السي واي والثمانيه لتحت الاثنين هيبقوا بالنيجاتيف ايكوال 0، منها هطلع السي واي ب 12. يبقى انا كده نجحت ان انا احسب كل الايه كل الانترنال فورس الاف والسي اكس والسي واي. اوكي طيب السؤال بقى دلوقتي الاف والسي اكس والسي واي هم نفسهم الفاليوز اللي موجوده على الممبر الثاني. في واحد يسالني يقول لي هم نفسهم الفاليوز اللي موجوده على الممبر الراسي، في واحد يسالني يقول لي طب انا هعمل ايه؟ نعم نعم هو يعني اف كوزاين 45 ناقص معلش قولي تاني عشان الصوت مش باين. ليه عاملين اف في اللي هو سيجما اف اكس؟ ليه اف اكس؟ عشان الاف كوزاين رايح يمين والسي اكس رايح شمال، شايفها؟ ومش احنا بنعمل على الافقي؟ ماشي، ما هو الافقي عندي اف كوزاين رايحه ناحيه اليمين والسي اكس شمال. تمام. فقلنا اليمين ناقص الشمال يساوي صفر، عايز تكتب الاف كوزاين بتساوي سي اكس هي هي. يعني حضرتك محلل يمين وفوق، محلل الفورس يمين وفوق. اوكي طيب واحد يسالني بقى يقول لي ايه؟ يقول لي طيب احنا بعد ما حسبنا الممبر ده، الممبر الثاني السي اكس والسي واي والاف موجودين معايا، الممبر الثاني دوت خلاص ملوش استخدام؟ اقول لك ان هو ليه استخدام مهم قوي ليك انت، ليه استخدام مهم قوي ليك انت. ازاي؟ ان كل الفاليوز اللي عليه بقت معلومه، فحضرتك تقدر تعمل تشيك على الحل.
يعني ايه اهو. بص بقى الخطوه اللي بعديها، الممبر الراسي، الممبر الراسي كل الفاليوز بتاعته بقت معلومه، السي اكس معايا، السي واي معايا، الاف معايا، الاي اكس والاي واي والام انا عارفهم اصلا من الايه، من الاكسترنال فورسز، كل دول معلومين. طيب اتصرف اعمل ايه؟ اعمل بيه تشيك على الحل. يعني ايه تشيك على الحل؟ يعني اجيب سيجما اف اكس لمجموعه الفورس اللي قصادي واتاكد هي بزيرو ولا لا. فالاي الاكس، الاكس كومبوننت عندي سي اكس اهو، يبقى اقول سي اكس ده ناحيه اليمين زائد 12، سي اكس زائد 12 دول ناحيه اليمين، يبقى ماينس الاي اكس ماينس الاف كوزين او ساين 45 مش هتفرق، ال 45 اللي مع الافقي هي نفسها ال 45 اللي مع الراسي. فهتقول سي اكس زائد 12 دول ناحيه اليمين ماينس اي اكس ماينس اف كوزين 45، وعوض بالفاليوز اللي جات لي، يعني السي اكس اللي انا حسبتها قبل كده والاي اكس اللي انا حاسبها قبل كده، الاي اكس انا حاسبها قبل كده والسي اكس انا حاسبها قبل كده، اعوض بالكلام ده كله واشوف الناتج. لو الناتج طلع زيرو اوكي، لو ما طلعش زيرو يبقى معناها ان انت غلطت في حاجه، عليك انك تراجع وتشوف الغلطه فين. نفس الكلام في اتجاه الواي، هشوف الاسهم الراسيه، عندي سي واي لفوق واي واي لفوق وعندي اف ساين 45 او كوزين 45 لتحت اهو، زيك هتقول سي واي زائد اي واي ناقص اف ساين 45، اشيل السي واي وعوض بقيمتها والاي واي وعوض بقيمتها والاف اللي هي 28 مش عارف و2 من 10 اضربها في ساين واشوف الناتج طلع زيرو. لو طلع زيرو يبقى فرض، يبقى اذا انا حل المساله مظبوط. ما طلعش زيرو يبقى شور انا حل المساله فيها غلط. يعني دي من المسائل اللي حضرتك بتخرج في الامتحان مش محتاج انك تسال هي صح ولا غلط، انت اوريدي لو عملت التشيك ده، التشيك ده بتعمله ليك انت خلاص. لو طلع معاك قفل على زيرو يبقى انت اجابتك صح، ما قفلش زيرو يبقى شور انت غلطان في حاجه. لو عايز تزود التشيك شويه، طبعا انت اوريدي كفايه خطوه اكس وواي، عايز تزود التشيك انك ممكن تاخد المومنت حوالين نقطه ولتكن سي وتشوف تطلع بزيرو ولا لا، ده مزيد في التاكيد، يعني انك بتزود في التاكيد بتاعك. اوكي فهمناها يا جماعه؟ ها حد ليه اي سؤال؟ شباب معايا؟ خلاص كده طيب اتفهم الموضوع كويس. تعالى بقى هنروح لاربع ملاحظات مهمين قوي خلاص، وبعد كده ناخد اكزامبل ايه اخير، وان شاء الله المحاضره الجايه باذن الله هتبقى كلها اكزامبلز في منتهى الاهميه، بس هتبقى مبنيه على ان حضرتك ذاكرت دي كويس. يعني حضرتك لازم تذاكر دي كويس خلاص، علشان ان شاء الله الاسبوع الجاي هيبقى كله اكزامبلز وبروبلمز، يعني كله مسائل بس معتمد على المذاكره بتاعتك الايه اللي انت ذاكرتها. طيب الملاحظات بقى بتاعتنا، ودي ملاحظات مهمه قوي 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 تخلي بالك منها. اول ملاحظه، لو انا جيت في المساله اللي فاتت ديت نفس الشكل، المساله اللي فاتت هو هو، ورحت حاطط لك اكسترنال فورس، احنا عندنا اكسترنال اللي هي ال 8 وعندنا اكسترنال اللي هي ال 12، دول كانوا موجودين، ال 8 دي موجوده على الممبر اي بي سي اهي، هم فصلناها حطيناها لوحدها، ال 12 دي موجوده على الممبر الراسي حطيناها على الممبر الراسي. طيب جينا عملنا ايه بقى؟ جينا زودنا، جاب لك مساله جديده قال لك ان في اكسترنال فورس 4 كيلو نيوتن بس موجوده على الجوينت اللي بتربط التو ممبرز الافق والميل مع بعض. هنا الفورس كريتيكال شويه. ليه؟ لان لو الفورس موجوده على المنطقه الكلير بتاعت الممبر، زي ما قلت لك انت ما بتفصل الممبر اوريدي بتاخد الفورس على الايه، على الممبر وخلاص. لكن ال 4 كيلو نيوتن ديت، ال 4 كيلو نيوتن دي اللي موجوده على الجوينت او المسمار اللي عند بي، رايكم اما اجي اعمل فري باث دايجرام اخدها فين؟ اوريدي الحل قصادك بس انا عاوز حد يفسرها لي. خليها على المالتي فورس ممبرز.
بالظبط كده، اخليها على المالتي فورس ممبر. ليه؟ لان لو فرض، بص بقى كده التفسير ده، لو حضرتك حطيت ال 4 كيلو نيوتن دي على التو فورس ممبر اهو، افرض ان حطيت ال 4 كيلو نيوتن زي ما انا عاملها كده، لو انا حطيتها على التو فورس ممبر، هل التو فورس ممبر ممكن يحصل له ايكوليبريم بالشكل ده؟ هيبقى كابل. مستحيل، هيلف هيلف. يبقى بالتالي لما يكون عندي وصله بين تو فورس ممبر مع مالتي فورس ممبر مع وجود حمل خارجي، مع وجود حمل خارجي خلاص، الحمل الخارجي دوت يتحط على المالتي فورس ممبر فقط، ما يتحطش على التو فورس ممبر. يبقى لما يكون عندي وصله بين تو فورس ممبر مع مالتي فورس ممبر وفي حمل خارجي او لود موجود عند الوصله ديت، الوصله دي الحمل ما يتحطش على التو فورس ممبر ابدا، اهو زي ما انا رسم لك كده غلط، لازم يتحط على الايه، على المالتي فورس ممبر. المالتي فورس ممبر يقدر يشيل اي فورس في اي اتجاه، لكن التو فورس ممبر الفورس فيه مجبره ان هي تمشي في اتجاه فقط. عشان كده لو في اي لود موجود على وصله بين تو فورس ممبر ومالتي فورس ممبر بتتحمل على المالتي فورس ممبر لما اجي افصل الاجسام دي عن بعض. اوكي، في طالب بقى سالني قال لي طب الاربعه دي هتفرق في حاجه يعني؟ لا مش هتفرق في حاجه، هتحل عادي خالص. يعني انت بتحل الفريم هيبقى الاي واي بيساوي 8 زائد 4، وما تيجي تدرس الممبر الافقي، الممبر الافقي تزود الاربعه ديت موجود عند نقطه بي، بس زودها في الشغل بتاعك. اوكي، النقطه دي يا جماعه خلاص اتفقنا عليها، ان اي وصله بين تو فورس ممبر ومالتي فورس ممبر مع وجود اكسترنال لود على الوصله دي، الوصله دي بتتحمل على المالتي فورس ممبر. خلاص، حد ليه سؤال فيها؟ طب دكتور بعزة حضرتك، لو في فورس تانية أربعة برضو بس عند نقطة دي مفيش مشكلة، تحمل على الفيرتكال. طب ما هو كده ممكن التو فورس يتزن، لأن هيبقى في بس مش هيبقى نفس الخط، مش هيبقى نفس الخط. ده أنت بقى محتاج إن يبقى الأربعة ديت في اتجاه بي دي والأربعة التانية في اتجاه بي دي العكس اللي أنت تقصده يعني. ودي طبعا مستحيلة، مستحيلة إن هي تيجي بالشكل ده. طيب نروح للملاحظة الثانية. الملاحظة الثانية ليك سؤال؟ ايوه، هو لو في فورس عند النقطة دي، لو في فورس عند دي بقى الملاحظة الثانية هرد عليك حالا. اوكي، دي الملاحظة الثانية بقى اللي انت بتسأل فيها، هرد عليك حالا فيها اهو. طب يا دكتور، نعم، هو لو في مومنت عند بحطه في المالتي فورس ممبر، بحط طبعا المومنت عند الجوينت بيتحمل على المالتي فورس ممبر، تمام خلاص. لكن لو في مومنت او لود في نص الممبر بي دي خلاص، ده بيتحول على طول لايه؟ لمالتي فورس ممبر، هنتكلم عليها برضو. طيب تعال نشوف النوت نمبر 2 اللي لسه زميلكم بيسال فيها حالا. لو انا حطيت اللود بتاعي على وصله بين مالتي فورس ممبر ومالتي فورس ممبر، لو انا حطيت اللود ال 4 كيلو نيوتن اكسترنال لود موجود عند الوصله اللي بين مالتي فورس ممبر ومالتي فورس ممبر زي سي مثلا، لما اجي اشتغل بقى اجي اعمل ايه؟ قال لك والله المالتي فورس ممبر ده وده الاثنين يستحملوا اللودز، ما فيهمش مشكله. فحضرتك هتعمل حل من الاثنين، يا اما تحمل 4 كيلو نيوتن ده على الرأسي وتسيب الأفقي فاضي، يا إما تحمله على الأفقي وتسيب الرأس فاضي، يعني الرسمة اللي على الشمال أو اللي على اليمين. خلاص، حضرتك تاخد 4 كيلو نيوتن ديت، الرسمة اللي على الشمال تحطها مع الممبر الرأسي وتسيب الأفقي فاضي، ده حل صح 100%، مفيش حد يقدر يقول لك حاجة فيه. في واحد تاني يقول لك لا، الرسمة اللي على اليمين أخد 4 كيلو نيوتن وحملها على الهوريزونتال واسيب الافق فاضي، برضو صح، بس تحملها على واحد بس، يعني ما تحطش اربعه على ده واربعه على ده، لانك لو جيت جمعتهم بعد كده هيبقى المجموع ما يرجعش الاصل، المجموع هيبقى 8، فما ينفعش.
في طلبة بقى أحيانا يقول لك إيه، طب نقسمهم شوية هنا وشوية هنا. طب وإيه لازمتها بقى؟ يعني أنت بتصعب على نفسك ليه؟ يعني أنت بتصعب على نفسك ليه؟ ما هي حطها على واحد منهم وخلاص. هو الفكرة هنا إن المالتي فورس ممبر خلاص يشيل فورس في أي اتجاه، يعني ده ما عندوش مشكلة إنه يشيل أي فورس في أي اتجاه. التو فورس ممبر هو اللي فيه مشكلة، إن هو لازم الفورس فيه تبقى ماشية في اتجاهه فقط. فعشان كده وجود أي لود خارجي دايما بنحاول فورس ممبر. طب لما يكونوا الاتنين مالتي فورس ممبر زي اللي قصادنا كده، خلاص يبقى أنت الأربعة كيلو نيوتن دي تحملها على الرأس ماشي، وتسيب الأفق فاضي. عايز تحملها على الأفق وتسيب الرأس فاضي، مفيش مشكلة. خلاص اللي كان بيسأل رديت عليه صح؟ اه تمام جدا. اوكي طيب، نوت نمبر 3 بقى. نوت نمبر 3 هتبان قصادكم حالا، ودي من النوتس برضو المهمة جدا اهي. النوت التالتة بقى بتقول لحضرتك ايه؟ احنا طبعا الطبيعي ان الوصلة بين اي جسمين زي ما اتفقنا بيبقى الاكشن والرياكشن اكس وواي وعكسه، ده الوصلة الطبيعية. خلاص؟ طيب الوصلة الطبيعية دي ان باجي اعمل هول او ثقب في الممبر الاول وزيه في الثاني بيبقوا على قد المسمار بالظبط، وروح موصل الثقبين مع بعض بالمسمار والصاموله واربط خلاص، فده بيديني اكس وواي على الاولاني وعكسه على الثاني. طيب لو فرض ان انا زي الرسمه اللي قصاد حضرتك كده عملت الهول او الثقب في احد الجسمين اوسع من المسمار بشويه، زي مثلا الممبر اللي قصادك الممبر الازرق والممبر الثاني الاحمر دوت، الممبر الازرق اللي على اليمين الهول او الثقب اللي بيعدي في المسمار خلاص اوسع شويه من ايه، من المسمار زي ما حضرتك شايف، ده بنسميه سلوت او جروف. بيبقى الممبر فيه جوه جزء فاضي، جزء هواء فاضي خلاص، بيبقى الثقب بتاعه اوسع من المسمار بكتير، ده بنسميه سلوت اهو. يعني الفورسز ان سلوت جويننج، وطبعا لازم الاثنين يكونوا مالتي فورس ممبر، ما ينفعش هنا يبقى فيه تو فورس ممبر. في الحاله ديت الاكشن والرياكشن المتبادل ايه هو؟ قال لك ببساطة جدا المسمار هنا في سماحية للحركة في اتجاه الجروف، اتجاه الجروف بتاع الممبر الأزرق الرسمة اللي فوق على الشمال، الرسمة اللي فوق على الشمال الممبر الأزرق في جروف، فبيدي السماحية زي ما حضرتك شايف كده السهم اللي رايح جاي ده، المسمار لو عايز يمشي في الاتجاه ده مفيش حاجة تمنعه، الروتس لو عايز تتحرك في الاتجاه ده مفيش حاجه تمنعها، لكن ممنوع انه يكسر جوانب الجروف ويتحرك عمودي عليه، ممنوع انه يتحرك عمودي على جوانب الجروف. المسمار ده يجي يتحرك عمودي على الممبر الازرق خلاص، بص تلاقي يتصد ما يتحركش اهو الاتجاه التاني اللي انا رسمته ده. فبناء على كده مش هحط اكس وواي بقى، هنا هحط رياكشن عمودي على الممبر اللي في الجروف، يبقى هنا احط رياكشن واحد بس عمودي على الممبر اللي في الجروف. يعني الممبر ده لو زاويته فاي يبقى الار بتاعتي دي هتميل على الراس بزاويه فاي، وبعدين اخد الار ديت اعكسها على الممبر التاني، اخد الار ديت اعكسها على الممبر التاني. الرسمه اللي تحت اللي هي نفس الرسمه بس اتعكست، لو الجروف موجود في الممبر اللي بالاحمر او البينك دوت خلاص، لو هو موجود في الممبر الاحمر دوت اللي هو بيميل بزاويه سيتا، قال لك لما اجي افصل اعمل ايه؟ هيبقى الرياكشن عمودي على الممبر اللي فيه الجروف اللي هو بيميل بزاويه سيتا خلاص، واخد الار ديت اعكسها على الممبر الازرق، واخد الار دي اعكسها على الممبر الايه؟ الازرق. طبعا بشوف اتجاه الزوايا بتاعتي بتاعت الممبرز خلاص، والرياكشن بيبقى دايما عمودي على الممبر اللي في الجروف. يعني جنرالي بقى احنا جنرالي هنقول ان دايما الوصله بين اي جسمين، الوصله بين اي جسمين دايما بتبقى اكس وواي وعكسها على الممبر التاني، الا في حالتين. الحاله الاولى ان يكون احد الجسمين تو فورس ممبر، فساعتها
الفورس بتبقى ماشيه في اتجاه الممبر دوت وعكسها على الممبر التاني، او ان يكون احد التو ممبرز دول في جروف فالفورس بتبقى ماشيه عموديه على الممبر اللي في الجروف وعكسها على الممبر التاني. اقولها تاني اسمعوا الحته دي مهمه قوي. الوضع الطبيعي للوصله بين اي جسمين ان يكون في اكس وواي على الممبر الاول ومع التاني، ده الوضع الطبيعي. الوضع الطبيعي دوت ما بيتحققش في حالتين. الحاله الاولى ان يكون احد التو ممبرز تو فورس ممبر، ساعتها بيبقى عندي الاكشن والرياكشن قوه واحده في اتجاه الممبر ده واخدها عكسها على الممبر التاني. الحاله الثانيه ان يكون احد التو ممبرز في جروف زي الرسمه اللي قصادنا، ساعتها بيبقى الرياكشن واحد بس عمودي على الممبر اللي في الجروف واخد عكسه على الممبر التاني. فهمنا يا جماعه الحته دي؟ ها الحاله الاولى يا دكتور معلش. الحاله الاولى اقولها تاني خلاص. المفروض الكلام ده بتسجلوه بورقه وقلم. الحاله الطبيعيه ان اي تو ممبرز الاكشن والرياكشن ما بينهم بيبقى اكس وواي وعكسهم على الممبر التاني، دي الحاله الطبيعيه. الحاله الطبيعيه دي ما بتحصلش في حاجتين. في الحالة الأولى إن يكون أحد التو ممبرز تو فورس ممبر، قوة واحدة في اتجاه التو فورس ممبر وعكسها على الممبر التاني. الحالة التانية إن يكون أحد التو ممبرز في جروف، فساعتها الفورس الأكشن والرياكشن بيبقوا مركبة واحدة عمودية على الممبر اللي في الجروف وعكسها على الممبر التاني. يعني في التو فورس ممبر الفورس بتبقى في اتجاه الممبر، في اللي فيه جروف بتبقى الفورس عموديه على اللي فيه الجروف. خلاص انا قلتها 4 5 مرات اهو، تالي وضحت. واحنا طبعا اللي فيها الجروف دي ان شاء الله هيبقى فيها مساله الاسبوع الجاي على الحته دي. الزاويه جت ازاي؟ الايه؟ اهي ببساطه جدا. احنا في رول قلناها قبل كده ان لو عندي خط بيميل مع الافق بزاويه سيتا، العمودي على الخط ده هيميل مع الراسي بنفس الزاويه اللي هي سيتا او فاي. اوكي، احنا قلنا الرول دي قبل كده ان لو عندي خط بيصنع مع الافق زاويه سيتا، العمودي على الخط ده بيصنع مع الراسي نفس الزاويه اللي هي نفس الايه، نفس السيتا. فاحنا لو قلنا ان الار عموديه على الممبر الازرق، الممبر الازرق ده بيميل على الافق بزاويه فاي، يبقى العمودي عليه بيميل على الراسي بنفس الزاويه اللي هي فاي، وبالتالي يبقى الار الثانيه برضو بتميل على الراسي. الرسمه اللي تحت الار عموديه على الممبر الاحمر دوت، فالممبر الاحمر ده بيميل على الافق بزاويه سيتا، يبقى العمودي عليه بيميل على الراس بنفس الزاويه اللي هي ايه، اللي هي سيتا. واخد الار اللي بتميل بزاويه سيتا دي اروح عكسها على الممبر الازرق. شفت الزاويه؟ شكرا. الملاحظه الرابعه بقى، خلاص الملاحظه الرابعه، ودي ملاحظة برضو واحد من زمايلكم سأل فيها من شوية. الملاحظة دي بتقول لحضرتك إيه؟ إن أي ممبر بيأثر عليه كابل مستحيل يكون تو فورس ممبر. أي ممبر بيأثر عليه كابل مستحيل إن هو يكون تو فورس ممبر. ليه؟ تعال نفكر كده. لو أنا عندي ممبر AB بيأثر عليه كابل، لو حضرتك رحت لناحية الشمال، ناحية الشمال ديت ان حضرتك اعتبرته تو فورس ممبر، حطيت له فورس اف واف، الاف اللي عند الاي تمر بي واللي عند البي تمر بي، مستحيل يبقى في ايكوليبريم. انا مدي لك عليه كابل 50 نيوتن متر. لو حضرتك حطيت له اف واف وجيت تحسب المومنت حوالين نقطه ايه، لو حبيت احسب المومنت حوالين ايه، الاف والاف هيطيروا، يفضل الاف اللي هي مثلا ب 50، يبقى 50 تساوي صفر. الكلام ده مستحيل، يبقى معناها انه غلط ان انا اعتبره تو فورس ممبر. طيب
الصح ايه؟ الصح ان هو لو عليه كابل اهو الرسمه اللي على اليمين بقى، ان لازم يكون دوت مالتي فورس ممبر، يعني عند اي في اكس واي، عند بي في بي اكس واي وبي واي. لو حضرتك خدت المومنت عند اي اي اكس واي واي يطيروا، يفضل الام بس والبي واي ليهم مومنت يكنسل الام وهكذا. يبقى احنا هنا ملاحظه مهمه قوي قوي قوي، ان اي ممبر بيأثر عليه كابل مستحيل يكون تو فورس ممبر، مستحيل. في ممبرز في مسائل كده، واحنا هنشوف مسائل بس هتبقى الاسبوع الجاي، ان الاقي الشكل الممبر فاضي خالص ما عليهوش اي حاجه خالص بس عليه كابل خلاص، وجود الكابل ده على طول يمنعك انك تعمله تو فورس ممبر على طول. مستحيل ممبر يبقى عليه كابل ويبقى تو فورس ممبر، مستحيل. لو عملت تو فورس مستحيل حصل له دوران. طب ما كده المفروض ان فورس هتتأثر في نقطتين، فالمفروض يبقى تو فورس. ما احنا اتفقنا هي بتأثر في نقطتين بس في كابل، الكابل دوت مستحيل يخليه تو فورس ممبر. يعني انا جربت اعمله، بص على الشمال، الشمال انا جربت اعمله تو فورس ممبر، لما جربت اعمله تو فورس ممبر حطيت له اف واف، لما خدت المومنت عند ايه الاف والاف طاروا، فضل الام، الام دي رقم ب 50 60 اي رقم، هيطلع لي 50 يساوي صفر، مستحيل صح؟ اه تمام اوكي. يبقى ده الملاحظه دي مهمه قوي، ان اي ممبر عليه كابل سواء الكابل دوت من فيكس، يعني في واحد يقول لي هو ده معناه ان لو اي جسم اتصل بفيكس سبورت مستحيل يبقى تو فورس ممبر، اي جسم متوصل بفيكس سبورت خلاص الفيكس سبورت ده هيعمل عليه كابل، الكابل دوت يخلي الجسم المتصل بفيكس سبورت ده مستحيل يبقى تو فورس ممبر. الملاحظه دي خلوا بالكم منها لانها بتيجي في مسائل كتير، مش بتيجي في مسائل، يعني اقصد بيجي مساله ممكن انت يتهيأ لك ان ده تو فورس ممبر بس هو عليه كابل، فانت لو عملت تو فورس ممبر تبوظ المساله خالص. اوكي طيب هنروح بقى ناخد اكزامبل سريع جدا خلاص ونخلص بيه المحاضره بتاعتنا، بس اكزامبل مهم قوي، وان شاء الله الاسبوع الجاي هيبقى كله بروبلمز واكزامبلز خلاص. هنا يا جماعة مهارة الحل، كل ما بتحل فريم أكتر كل ما مهارة الحل دي بتدي لك شغل، يعني بتدي لك إنك تبقى في عندك مهارة إنك تحل أي مسألة ببساطة. يعني المسائل اللي زي دي عايزة إنك تحل كتير، يعني حضرتك مثلا ممكن تمسك المثالين اللي إحنا خدناهم، المثال اللي إحنا خدناه والمثال التاني اللي هنحله ده، وتقعد تذاكرهم النهاردة وتحلهم، تحاول فيهم مرة واتنين وتلاتة وهكذا. التوتوريال هتاخد شويه مسائل تحاول تحلها، المسائل الزياده حاول انك تحل وهكذا. كل ما تحل في الموضوع ده اكتر كل ما هتلاقي الموضوع بالنسبه لك اسهل وايه واحسن. زائد ان الشغل بتاعه زي ما بقول لك فيري انترستنج، الشغل بتاعه يعني من النوع اللي انت بتبقى يعني مستمتع وانت بتشتغل الشغل ده. طيب الاكزامبل بقى الاخير بقى في محاضرتنا النهارده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انا عندي زي ما حضرتك شايف كده فريم مكون من جزئين، ممبر اي بي وممبر بي سي، ده في مثال رقم 14 في شابتر 6. بيقول لك determine the horizontal and vertical components of the member بي سي of the showing frame، عايز يحسب الرياكشنز الموجوده عند سي. طبعا زي ما قلت لحضرتك، حضرتك في الاول اي فريم يجي لك لازم تحسب كل الاكسترنال والانترنال، لان انت في مرحله تدريبيه، فلازم اي فريم انت بتحله تحسب كل الانترنال والاكسترنال. في الامتحان بقى جه قال لك احسب الفورس عند سي بس، خلاص يبقى انت لما توصل للفورس اللي عند سي تحسبها ستوب على كده. لكن دلوقتي انت في مرحله تدريبيه، المطلوب منك انك تتمرن وتحسب كل الانترنال والاكسترنال فورس. فتعال نشوف هنتصرف ازاي في مساله زي اللي قصادنا دي. ادي شكل الفريم موجود قصاد حضرتك اهو خلاص.
تعال الاول نمشي بالخطوات التقليديه. الخطوات التقليديه بتقول لحضرتك انك هترسم الفري باث دياجرام للفريم، ولو الفريم اقدر احله اوكي ارسم الفري باث دياجرام للاجزاء، وبعد كده اشوف الاجزاء احلها، وبعدين لو عايز اعمل تشيك على الحل اعمل تشيك على الحل. دي الخطوات التقليديه. طيب فحضرتك اول خطوه هنرسم الفري باث دياجرام للفريم. بص معايا كده بقى، ايه الفورسز الاكسترنال اللي بتاثر على الفريم دوت؟ عند نقطه سي في هنج سبورت، وعند ايه في هنج سبورت، اعتقد كلكم شايفينها. عند نقطه سي في بن او مسمار اهو، وعند نقطه ايه في بن او مسمار اللي انا. طيب من معلوماتنا اللي احنا درسناها قبل كده في الشابتر اللي فات، الهنج سبورت ده بيبقى له كام رياكشن؟ ايه اتنين. يبقى هاجي عند ايه احط تو رياكشنز اسمهم اكس وواي اهو، اي اكس يمين شمال زي ما انا عايز، واي واي لفوق لتحت زي ما انا عايز. وعند سي في تو رياكشنز سي اكس يمين شمال زي ما انا عايز، فوق سي واي، عاوزه لفوق عايزه لتحت زي ما يعجبك. يبقى كده اكتمل رسم الفري بادي دياجرام ده الشكل ده كده، الفري بادي دياجرام اوف فريم. في فورس كمان موجود عند بي تبان دلوقتي، ايه الكونكشن اللي عند بي ديت فيها فورس تبان؟ تبان في الوقت الحالي؟ لا تبان في الانترنال بس. بالظبط تبان في الانترنال لما افصل كل جسم لوحده. اوكي طيب هنا بقى بعد ما رسمت الفري بادي دياجرام للفريم، هل هنا دراسه الفريم مفيده؟ يعني حضرتك تقدر تجيب الاي اكس والاي واي والسي اكس والسي واي؟ مستحيل، لان انا ما املكش غير ثلاث معادلات بس، انا لا املك غير ثلاث معادلات ودول اربع مجاهيل، فمستحيل هحل الاربعه. ركزت شويه الاقي ان انا مش هقدر احسب ولا واحد من الاربعه، لان في اتجاه الاكس عندي معادله فيها اي اكس وسي اكس خلاص مش هقدر احسب حاجه. في اتجاه الواي عندي اي واي زائد سي واي يساوي 2000، برضو مش هقدر اجيب ولا واحده منهم. لو خدت المومنت عند ايه الاي اكس والاي واي اختفوا، يفضل المعادله فيها سي اكس وسي واي. لو خدت المومنت عند سي برضو اي اكس واي واي. يبقى انا هنا درست الفريم غير مفيده، درست الفريم غير مفيده. واحد يقول لي مش احنا لازم نبتدي بالفريم؟ اقول له لا، الموضوع فيري فليكسبل، مش لازم ابدا بالفريم خلاص. لو درست الفريم مش مفيده ومش قادر اجيب اي فورس، يبقى افصل وادرس الاجزاء واخلي الفريم كتشيك على الحل. يبقى حضرتك عايز تبدا بالفريم وبعدين الاجزاء وتخلي اخر جزء تشيك على الحل، اوكي. عايز تبدا بالاجزاء وتخلي الفريم تشيك على الحل، الموضوع فيري فليكسبل. يعني في ميزه الهندسه ان الموضوع فيها فليكسبل قوي، بس المهم انك في الاخر توصل لحل، هو ده الهدف. مش مهم تبدا بايه وتنتهي بايه، المهم انك توصل لهدف. دايما خلي تفكيرك كده، توصل لحل، توصل لايه لحل. مش مهم ترتيب الخطوات، احنا مش بنحفظك ترتيب خطوات معين، احنا بندي لك ارشاد ان ابدا بكذا وروح لكذا، ده ارشاد. لكن مش لازم ان دايما ان تبقى ماشي بالخطوات دي، لا لازم يبقى فيه فليكسبيليتي انك تفكر اعمل ايه. طيب انا هنا رسمت الفريم ولقيت ان دراسته مش مفيده، هروح رايح للاجزاء على طول. اروح راسم الممبر بي سي لوحده اهو، ادي بي سي. عايز ترسمه دبل لاين اوكي، عايز ترسمه سنجل لاين مفيش مشكله خلاص. يعني عايز ترسمه زي ما هو في الرسمه الاصليه دبل لاين اوكي، عايز ترسمه سنجل لاين مفيش مشكله. والممبر الثاني بي اي، بي اي اهو ادي بي. اول حاجه الاكسترنال بينزل زي ما هو، يعني انا بالظبط كاني جيت على الرسمه اللي قصادي دي وبمقص، قصيت عند نقطه بي وسحبت الورقه بي سي لوحدها والورقه بتاعت اي بي لوحدها، فالاكسترنال هينزل زي ما هو. يعني هنا مثلا عندي ال 2000 في المنتصف، ادي ال 2000 نيوتن اللي موجودين في نص بي سي. عندي عند نقطه سي هيبان لحضرتك دلوقتي ال 2000 انا رسمتها. عند نقطة سي في سي اكس اهو، ادي سي اكس وسي واي.
عند نقطة A في AX و AY، ده الاكسترنال اللي احنا ايه اللي احنا رسمناه على الفريم، فصصنا الاجزاء، هيبان لحضرتك حالا دلوقتي كل جزء راح بالاكسترنال بتاعه، كل جزء راح بالايه بالاكسترنال بتاعه، هيبان لك حالا، انا منتظر بس لحد ما يبان. يا مسهل ده، هقول لكم حاجة يا جماعة ولا لسه؟ لسه. يا كريم يا رب. اهو ظهر مش كده؟ ايوه يا دكتور. اوكي، يبقى انا هنا فصلت الاجزاء بتاعتي زي ما قلت لك، جيت عند نقطه بي كان المقص قصيت خلاص، والممبر بي سي راح بالاكسترنال بتاعه، والممبر اي بي راح بالاكسترنال بتاعه. تيجي المشكله بقى كلها عند نقطه بي، عند نقطه بي عندي الايه، عندي الفورس المتبادله عند نقطه بي، عندي الفورس المتبادله عند نقطة B. طب الفورس المتبادلة عند نقطة B هنا بقى تعتمد على نوع الممبرز. اوكي؟ انتوا بقى تردوا علي. الممبر BC نوعه ايه؟ مالتي فورس ممبر بالظبط. ده كده؟ مالتي فورس ممبر. ليه؟ لان في فورس اكسترنال عند C اللي هم CX و CY. في فورس اللي هي الالفين. وفي فورس الانترنال اللي عند B. وفي فورس الانترنال اللي عند الاي عند البي، فده يصنف مالتي فورس ممبر. بينما الممبر بي اي يصنف ايه؟ تو فورس ممبر. تو فورس ممبر بالظبط كده، الممبر بي اي يصنف ايه؟ تو فورس ممبر، لان الفورس مركزه عند بي وعند اي. خلاص؟ طيب احنا خدنا لما يكون عندي واصله بين تو فورس ممبر بي اي ومالتي فورس ممبر بي سي، باجي اعمل ايه؟ بروح جاي للتو فورس ممبر حاطط الفورس بتاعته في اتجاهه، يبقى في فورس هنا اسمها اف موجوده على الخط بي اي زي ما حضرتك شايف كده، وعكسها الناحيه الثانيه على الممبر الثاني ايكوال الماجنتيود اوبوزيت دايركشن، لان هم اكشن ورياكشن خلاص، موجوده على الممبر بي سي طبعا في الاتجاه ده اللي هو الاي بي اللي هو بيميل بزاويه 60 درجه، الاتجاه اللي هو بيميل بزاويه ايه؟ بزاويه 60 درجه. اوكي، هتبان لحضراتكم حالا دلوقتي اهو ظهرت قصادك اهو، يبقى حطينا اف في اتجاه اللاين بي اي وعكسها في الممبر بي سي، وطبعا اللاين بي اي ده بيميل بانجل 60. هنا بقى هنلاقي حاجه غريبه قوي، وصحصح معايا قوي في الحته دي، هلاقي الممبر بي اي ده شكله غريب قوي، هلاقي في فورس اسمها اف في الطرف بي والطرف الثاني اي اكس واي واي، بس ده تو فورس ممبر، فساعتها ركز بقى في اللي انا هقوله ده، ساعتها الممبر بي اي عشان ده تو فورس ممبر هيجبر الاي اكس والاي واي ان الريزلت بتاعتهم تبقى نفس الاف اللي بتميل بزاويه 60 درجه في اتجاه الخط اي بي، يبقى ساعتها الممبر بي اي عشان ده تو فورس ممبر هيجبر الاي اكس والاي واي الريزلت بتاعتهم تاخد اتجاه اللاين اي بي اللي هو بيميل بزاويه 60 درجه، وتبقى الفورس نفس الاف، هتبان قصاد حضرتك حالا. الاف دي تمثل الريزلتنت، الريزلتنت اوف اي اكس واي واي، دي تمثل الريزلتنت بتاعت الاي اكس والاي واي، هيبان لحضرتك الكلام اللي انا بقوله دلوقتي حالا. يا رب.
مبانش عندكم لسه الفورس اللي عند نقطة ايه؟ لسه يا دكتور. اهو ظهرت اهي مش كده؟ اهو نقولها تاني بقى. يبقى انا هنا نتيجة ان الممبر بي اي دوت تو فورس ممبر، نتيجة ان الممبر بي اي ده تو فورس ممبر، فلازم الفورس اللي عند البي تمر بالاي واللي عند الاي تمر بالبي. فانا رحت حاطط فورس اف عند نقطة بي خلاص زي ما اتعلمنا ماشية في اتجاه اللاين بي اي، وعكستها على الممبر بي سي. بس لقيت عند ناحية A في عندي two components AX و AY، فساعتها بنقول بقى ان لازم الممبر BA BA دوت عشان هو two force member هيجبر ال AX وال AY ان الريزلتن بتاعتهم تاخد الاتجاه اللي هو الانجل 60 وقيمتها تساوي نفس ال F. يعني ال F تبقى هي الريزلتن بتاعت ال AX وال AY، ودي معلومة مهمة قوي لازم حضرتك تبقى عارفها. يعني حضرتك لازم تبقى عارف ان لو الهنجد سبورت اتصل ب 2 فورس ممبر، لو الممبر اللي ماسك في الهنجد سبورت 2 فورس ممبر بيجبر الاكس والواي كومبوننتس بتوع السبورت دول ان الريزلت بتاعتهم تاخد اتجاه الممبر ده. اوكي واحد يقول لي طيب لو بي اي ده ليه وزن او عليه كابل، ساعتها ما يبقاش تو فورس ممبر، ساعتها يبقى اي اكس واي واي موجودين والمحصله بتاعتهم لا تشترط ان هي تاخد اتجاه معين وما فيش اي علاقه بين الاي اكس والاي واي. الحته دي يا جماعه مهمه اقولها تاني. لو انا عندي ممبر زي بي اي، الممبر ده متوصل بهنجد سبورت، الهنجد سبورت الطبيعي ليه اكس وواي، اكس وواي بتوع الهنجد سبورت ما لهمش علاقه ببعض، كل واحده منهم تاخد فاليو شكل مفيش مشكله. لكن لو كان الممبر اللي متوصل بيهم تو فورس ممبر او لينك ممبر زي بي اي خلاص، فده عشان يبقى تو فورس ممبر هيجبر الاي اكس والاي واي ان المحصله بتاعتهم لازم تمشي في اتجاه الخط اي بي اللي هو انكلاين بانجل 60 خلاص. يبقى ساعتها ان لو تو فورس ممبر اتصل بهنجد سبورت بيجبر الاكس والواي بتوع الهنجد سبورت دول ان لازم الريزلتنت تبقى في اتجاه الايه؟ اللاين بتاع الممبر دوت. طب لو جيت على الممبر بي اي كان ليه وزن او عليه كابل، خلاص بقى دوت مش تو فورس ممبر. معنى انه مش تو فورس ممبر يبقى ساعتها الاي اكس والاي واي دول اللي اتحطوا تو كومبوننت زي ما هم. في ناس بقى تيجي تقول لي ايه؟ يعني انا ينفع في مساله زي دي الاي اكس والاي واي اشيلهم خالص واحط بدلهم رياكشن واحد في اتجاه الخط اي بي؟ اه ينفع. لو حضرتك عايز في البدايه خالص تشيل الاي اكس والاي واي وتحط بدلهم رياكشن واحد بس في اتجاه اللاين اي بي، اوكي ينفع، كان دوت هو الريزلت بتاعت الاكس والاي والواي، كان ده هو الريزلت بتاعت الاكس والواي. لكن تبقى حريص قوي ان خلي بالك لو دوت مش تو فورس ممبر ما ينفعش احط فورس واحده، ما احط اكس وواي العاديين. طب لو جات لي المساله دي ان عند الاي بدل ما هو هنجد سبورت كان فيكسد سبورت، فيكسد سبورت دوت رايكم كده ينفع ده يبقى تو فورس ممبر؟ لا عشان فيها تبقى عشان هيبقى فيه كابل، الكابل احنا اتفقنا وجود اي كابل خلاص يخليه الممبر مستحيل يبقى ايه؟ مستحيل يبقى تو فورس ممبر. فهمنا يا جماعه الحته دي في المساله؟ ايه انا عايز اسال سؤال بس. اتفضل. الفورس اللي هتطلع الاي واي، الاي اكس والاي واي الفورس مالها؟ الريزلتنت اللي هطلعها دي هتبقى ايكوال الماجنتيود الفورس اللي فوق اللي عند البي؟ طبعا طبعا، بتساويها في المقدار وعكسها في الاتجاه. ده هو عشان ده تو فورس ممبر غصب عني لازم الفورس اللي عند البي تبقى قد الريزلت بتاعت الاي اكس والاي واي، والاثنين عكس بعض والاثنين على خط واحد. تمام اوكي. طب وانا ممكن اعمل اف كوزاين 60 واف ساين 60 في الاي اكس والاي واي؟ هو ده اللي انا هعمله فعلا. يعني انا لما هوري لك الحل دلوقتي، انا بعد ما اجيب الاف هعمل لها كوزاين 60 وساين 60 اجيب الاي اكس والاي واي، ده اللي انا هعمله فعلا. طب تعالوا نشوف الحل بقى.
الحل ببساطه ان حضرتك هتبدا بالممبر اللي هو الايه الممبر اللي هو بي سي الممبر ده ممبر بي سي خلاص همسك طبعا الاف دي اعمل لها ريزوليوشن كوزين 60 وساين 60 هاخد المومنت عند نقطه سي اطير السي اكس والسي واي اجيب الاف وبعد كده سيجما اف اكس سيجما اف واي اجيب السي اكس والسي واي اروح رايح للممبر الثاني انا هوري لكم الحل حالا مكتوب بس انا بناقش معاكم خطوات الحل يبقى ممبر بي سي هروح اخد المومنت عند سي اطير سي اكس وسي واي اجيب الاف طبعا الاف احللها كوزين وساين والكلام ده كله وبعد كده سيجما اكس سيجما واي اجيب السي اكس والسي واي لو هو طالب مني الفورس عند سي يبقى خلاص ستوب عند كده اجيب السي اكس والسي واي وستوب لكن انا عايز اكمل بقيه المساله طب بقيه المساله هروح للممبر الثاني انا شايف ان الاف همسكها احللها كوزين 60 وساين 60 اجيب الاي اكس والاي واي بعد ما عرفت الاي اكس والاي واي والسي اكس والسي واي اعمل تشيك على الفريم كله از توتال اعمل تشيك على الفريم كله ايه از توتال فتعال نشوف بقى الحل بتاعنا مكتوب ازاي حل نفسه اهو هيبان لحضرتك دلوقتي الفري بادي دياجرام هيبان لكم حالا دلوقتي الايه الفري بادي دياجرام بتاع الايه بتاع الشكل بتاع الفريم واجزاء اهو ظهر قصاد حضرتك اهو الفريم اي اكس واي واي وسي اكس وسي واي طبعا سي اكس افرضها يمين شمال زي ما انت عايز يعني هو هنا في الكتاب فرضها يمين شمال انا فرضها يمين طبعا تطلع بوزيتيف تطلع نيجاتيف دي مش قضيه خالص خلاص طبعا الممبر بي سي حضرتك شايف كده عليه ال 2000 الرسمه اللي فوق على اليمين عندك ال 2000 نيوتن عندك سي اكس سي واي الفورس اللي عند البي عشان ده تو فورس ممبر حط لها فورس واحده في اتجاه زاويه 60 درجه وعكسها على الممبر اي بي وبعد كده الاي اكس والاي واي قال لك ده عشان تو فورس ممبر الريزلتنت بتاعتهم الريزلتنت بتاعت الاي اكس والاي واي هتبقى نفس الفورس اف اللي موجوده عند البي هي هي عند الاي بس عكسها في الاتجاه ده رسمه الفري بادي دياجرام ادي حضرتك شايف اهو الاي اكس والاي واي الريزلتنت بتاعتهم اتجمعت في ايه في فورس واحد تيجي بعد كده الكالكوليشنز الكالكوليشنز هتبان لحضرتك حالا دلوقتي الكالكوليشن ستيج طبعا رسمه الفري بادي دياجرام دي اهم حاجه لو حضرتك راسم دياجرام غلط يبقى للاسف المساله طارت خلاص راسم فري بادي دياجرام صح هتخش على مرحله الكالكوليشن اللي حضرتك شايفها دي هتلاقيها تافهه جدا 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 يعني الكالكوليشن انت نفسك بعد مساله والثانيه هتلاقي ان انت زهقت بقى من ايه من مرحله الكالكوليشنز بس طبعا لازم تعملها ولازم تتمرن عليها كتير خلاص فزي ما حضرتك شايف كده هناخد الممبر بي سي هنمسك طبعا عندي سي اكس وسي واي واف همسك الاف احللها كوزين وساين هيجي لي كومبوننت اف كوزين 60 اللي هي اف على 2 واف ساين 60 اللي هي اف في روت 3 اوفر 2 هبدا بالمومنت عند سي فالسي اكس والسي واي هيطير والاف كوزين هتطير يتفضل لي ال 2000 في 2 والاف ساين 60 مضروبه في 4 من الايكويشن دي الانون الوحيد هو الاف احسبه بعد ما احسب الاف اروح ماسك سيجما اف اكس ايكوال 0 يبقى الاف كوزين 60 ماينس السي اكس ايكوال 0 زي ما حضراتكم شايفين منها طلع السي اكس و 0 الفورس اللي لفوق اللي هي الاف ساين 60 بلس سي واي دول اللي فوق ماينس ال 2000 اللي نازله لتحت بيساوي صفر ومنها جبنا الايه السي واي ومنها جبنا السي واي اوكي بعد ما حلينا الممبر ده الصفحه اللي بعديها زي ما حضرتك شايف بقى همسك الفورس الفورس خلاص اتعرفت زي ما زميلتكم كانت بتقول من شويه همسك الفورس انا عارف ان الفورس اللي ماشي عند نقطه A دي هي الريزلت بتاعت الاي اكس والاي واي فهمسك الاف دي اعمل لها ريزوليوشن كوزين 60 وساين 60 يدوني الاي اكس والاي واي فاينلي الفريم كله بقى معلوم
بقى معايا الـ AX والـ AY والـ CX والـ CY، أقدر أعمل تشيك على الـ A على الـ equilibrium بتاع الفريم، يعني أخلي الفريم للتشيك. الموضوع very flexible، حضرتك عايز تبدأ بالفريم بعد كده تقفل بالأجزاء أوكي، عايز تبدأ بالأجزاء وتقفل تشيك بالفريم مفيش مشكلة. في الفريم معايا الـ AX والـ CX، معايا الـ AY والـ CY والـ 2000، أتأكد إن سيجما FX اللي هي AX ناقص CX بزيرو، أتأكد إن سيجما FY الاي واي زائد سي واي ناقص 2000 بيساوي 0، يبقى انا كده المساله بتاعتي صح. تمام يا جماعه؟ ها تمام يا دكتور. اوكي طيب احنا كده الحمد لله المحاضره بتاعتنا انتهت. حد ليه اي سؤال؟ ازاي اعرف ان الجسم ده تو فورس ممبر؟ الفورسز بتبقى مركزه في نقطتين فقط، ومعلهوش اي ايه، معلهوش اي كابل ولا اي فورس في نقطه ثالثه. يعني اي جسم اللي هي الفورس بتاعته مركزه في نقطتين اتنين بس، ايا كان نوعها اكسترنال او انترنال. يعني مثلا الممبر اللي قصاد حضرتك اي بي ده عليه في الطرف فورس انترنال، والطرف سوري في الطرف اي في اكسترنال اي اكس واي واي، وفي الطرف بي في فورس انترنال. فورس مركزه في نقطتين اتنين بس زي ما حضرتك شايف، فده بيبقى مجبر عني ان لازم الفورس اللي عند الاي والفورس اللي عند البي، توتال فورس عند اي والتوتال فورس عند بي لازم يكونوا ايكوال ماجنيتيود اوبوزيت دايركشن اند اي اند اون ذا سيم لاين اوف اكشن. فاي ممبر الفورسز فيه ايا كان نوعها مركزه في نقطتين اتنين فقط وما لهوش كابل، يبقى ده على طول تو فورس ممبر. طب عليه كابل او الفورس مركزه في اكتر من نقطتين، يبقى ده مالتي فورس ممبر. تمام. طب الانترنال فورسز يعني تظهر امتى وفين؟ وانت كنت حاضر معانا المحاضره من الاول ولا؟ ايوه بس عشان بكتب النوتس اخر حاجه. الانترنال فورس بتبان عند نقط الوصلات اللي بين الاجسام اللي جوه الفريم بس. بعدين الملاحظات ديت اسمع الفيديو، نزل الفيديو واسمعه على مهلك كده واحده واحده، واقعد اكتب الملاحظات بتاعتك صح ولا ولا انا بتكلم كلام غريب؟ لا تمام. اوكي طيب خلاص يا جماعه، نتقابل الاسبوع الجاي، بس ان شاء الله الاسبوع الجاي باذن الله حضراتكم تكونوا ذاكرتوا الكلام ده، لان الاسبوع الجاي هيبقى كله مسائل على الايه، على الموضوع الفريم.